مساء الخير على حضراتكم، مساء الخير على كل جماهير النادي الاهلي العظيمه في كل مكان. برحب بحضراتكم، يوم جديد وحلقه جديده والمحترف في الدوري المصري. النهارده الحقيقه طبعا حلقه جديده مع حضراتكم، بقالنا كتير غايبين على حضراتكم، لكن بنرجع لكم تاني ان شاء الله، عشان عندنا الحقيقه الحلقه دي عندنا حاجات كتيره قوي جدا 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 نتكلم فيها، اكيد خاصه بفرقتنا النادي العظيم النادي الاهلي. النادي الاهلي بينتظروا الحقيقه مباراه مهمه جدا في المشوار الافريقي، طبعا قدام فريق كمان فريق متمرس في هذه البطوله رغم يمكن غياباته خلال السنوات اللي فاتت، لكن السنه دي الحقيقه ظهر بمستوى اكتر من رائع. بتكلم على فريق مازيمبي الكونغولي، فريق مميز جدا جدا ويعتبر اكيد دلوقتي من اقوى الفرق على الساحه الافريقيه. هنتكلم على الماتش بشكل عام، هنتكلم على كواليسه، هنتكلم على ظروفه، لان في ظروف كثيره جدا جدا بتحيط بهذه المباراه المهمه جدا في مشوار النادي الاهلي. لكن خلينا قبل ما نخش في اي تفاصيل معانا النهارده، الحقيقه بنتقدم وشاشه قناه النادي الاهلي وبرنامج المحترف بتتقدم بخالص العزاء لاسره الفنان الاهلاوي الكبير الراحل الجميل الفنان صلاح السعداني، طبعا عضو النادي الاهلي والحقيقه احد رموز الفن المصري من سنوات طويله. يعني تعازينا للاسره وكل ومحبي الفنان الكبير صلاح السعداني، وربنا يصبر اسرته ويلهمهم الصبر والسلوان. الحقيقه كان خبر مفجع لكثير من محبي الفن ومحبي النادي الاهلي، والنادي الاهلي اكيد بيقدم يعني واجب العزاء في وفاه الراحل العظيم صلاح السعداني. حلقتنا النهاردة الحقيقة عبر قناة النادي الأهلي هنتكلم بالتفصيل عن مباراة طبعا مازيمبي، هنشوف التصريحات اللي ما قبل المباراة، نتكلم على التشكيل المتوقع، ازاي النادي الأهلي إن شاء الله بإذن الله يخرج بهذه المباراة لبر الأمان زي ما بنتكلم، خطوة مهمة جدا جدا. ودايما النادي الأهلي طبيعي خلاص الموضوع بالنسبة له مش موضوع جديد، الخبرات متواجدة، العزيمة كمان متواجدة، والدروس المستفادة حتى من المباراة الأخيرة في الدوري المصري أمام نادي الزمالك أكيد مستفاد بيها بشكل كبير جدا. وأنا في اعتقادي الشخصي كانت مباراة مهمة رغم طبعا حزننا الكبير على خسارة هذه المباراة، ولكن دايما النادي الأهلي بيبص لقدام الحقيقة، ومش هقول لك بطولة الدوري مش مهمة، ولكن دايما بنشوف تحت، يعني بنشوف اللي قدامنا وبنقول إن المباراة اللي جاية مباراة أو المشوار الأفريقي مشوار مهم جدا 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 في الاسابيع اللي جايه والمباريات اللي جايه. لكن ما فيش شك كان مباراه نادي الزمالك كمان خرجنا بيها طبعا رغم الخساره في الدقائق الاخيره، لكن خرجنا بيها الحقيقه بدروس مستفاده. مش هتكلم زي ما الناس كلها اتكلمت، اعتقد الناس غطت هذه المباراه، لكن مهم جدا جدا النادي الاهلي يرجع تاني لمستواه على المستوى الدفاعي. يعني انا كنت مدافع وعارف بالظبط بتكلم في ايه، الحقيقه مش على مستوى الافراد، على مستوى الجماعي وعلى مستوى الافراد حتى على مستوى التركيز، لان الحقيقه مباريات الدوري بالذات النادي الاهلي بيخسر نقاط نتيجه عدم التركيز، العشوائيه شويه في الدقائق الاخيره، بنتكلم على اخطاء ما شفناهاش يعني او مش متداوله او مش مستمره في النادي الاهلي، لكن ظهرت في مباريات الدوري. ان شاء الله هذه الاخطاء ان شاء الله نستفيد بها على المستوى المشوار الافريقي، وكمان ان شاء الله بعد عوده النادي الاهلي للمسابقات المحليه كمان لازم نستفيد بهذه الاخطاء ونتعلم الحقيقه من اخطائنا. وما فيش حد في الدنيا كلها، يعني حضراتكم كلكم اتفرجتوا على الشامبيونز ليج، مباريات كبيره ومستوى تاني وليفل تاني معاك، لكن حتى الفرق الكبيره بتتعثر، بيكون في اخطاء، يعني مفيش كوره من غير اخطاء، لكن الجدعنه والشطاره انك تتعلم بسرعه جدا من اخطائك، وده ان شاء الله اللي هيعمله النادي الاهلي. في بعض الامور الفنيه لازم تتظبط بشكل افضل، لازم الامور الفنيه على المستوى الدفاع تتظبط بشكل افضل، على مستوى الفرص الضايعه لازم تتحسن بشكل افضل. عندنا الحقيقه بعض النقاط اللي هنتكلم فيها النهارده مع حضراتكم، إن إزاي النادي الأهلي إن شاء الله يتخطى الخطوة الأولى والعقبة الأولى مباراة مازيمبي هناك، لأن المباراة الحقيقة فيها شوية تفاصيل كده. نتكلم على ملعب مختلف شوية، بتتكلم على ارتفيشال، بتتكلم على ملعب نجيل صناعي، بتتكلم على شخصية فريق لم يهزم على أرضه منذ فترات طويلة، نتكلم على الإحصائيات، بتتكلم على فريق بقاله فترات طويلة بعيد عن المعترك الأفريقي، فعنده قوة دفع قوية جدا وبيلاعب أفضل الأندية على مستوى أفريقيا النادي الأهلي، فدي دوافع أخرى. على الجانب الآخر النادي الأهلي كمان عارف أهمية هذه المباراة بشكل كبير جدا، عارف
ان هذه المباراه ان شاء الله باذن الله رساله للتصحيح على جميع المستويات. النادي الاهلي عارف ان هذه المباراه بتعد من المباريات المصيريه شويه في الموسم ده الحقيقه. فوزنا ان شاء الله بهذه المباراه او الرجوع بنتيجه ايجابيه شيء مهم جدا. يعني طبعا موضوع الحراره ودرجه الحراره العاليه والرطوبه خلينا نتكلم انها ظروف مرت على النادي الاهلي قبل كده ولازم نتعامل معها بشكل معين، وحتى على مستوى البلاننج او على مستوى الخطه الموضوع لازم يكون معمول حسابها بشكل كويس، لان العامل البدني في هذه المباريات مهم جدا جدا لحسم هذه المباراه. الحقيقه حاجات كتيره جدا هنتكلم عليها النهارده مع حضراتكم بالتفصيل. يمكن معانا الكابتن محمد حشيش والكابتن احمد عادل هيكون موجودين معانا، هنتكلم فنيا اكتر على المباراه ديت. معانا الدكتور احمد بيومي كمان معانا على التفاصيل والانالايز والتحليل الفني، مازيمبي بيلعب ازاي، اهم نقاط القوه والضعف عنده. الحقيقه يعني ان شاء الله باذن الله بننتظر مباراه ان شاء الله بكره بفارغ الصبر، ان شاء الله النادي الاهلي يعمل نتيجه ايجابيه ان شاء الله ونفوز. يعني الناس بتتكلم الفوز هيبقى صعب، ولكن مفيش حاجه صعبه على النادي الاهلي، مركزين كويس قوي، ملتزمين كويس قوي، مع بلاننج كويس، مع اداره فنيه رائعه، مع تركيز من اللعيبه، ان شاء الله المباراه يعني ان شاء الله تكون في صالحنا ونرجع بنتيجه ايجابيه. الحقيقه كمان النهارده زي ما بقول لحضراتكم هنتكلم كمان عن مشوار الدوري المصري. يعني الدوري المصري يعني رجع وكانت اخر مباراه للنادي الاهلي مباراه صعبه امام نادي الزمالك وفاز فيها نادي الزمالك، لكن زي ما بقول غيابات النادي الاهلي حتى عن مباراه نادي الزمالك كان ليها تاثير على المستوى الافريقي. اكيد عندنا غيابات كثيره ومؤثره، يعني دايما بنتكلم على النادي الاهلي اكيد بمن حضر، دي ما فيهاش اي شك، يعني كل الناس بتادي وبتحاول تادي باقصى طاقتها. قد يكون، وده في عالم كره القدم وارد في كل فرق، الفرق الكبيره كمان بيكون عنصر يعني بيعمل الفرق شويه، بيكون عنده يمكن اولويه فنيه شويه على حساب اللاعب الاخر، وده اكيد موجود في النادي الاهلي. ان شاء الله عندنا اصابات، يعني ان شاء الله كله يرجع بالسلامه، من الشناوي على راسهم، ياسر ابراهيم، اليو ديانج، امام عاشور، مروان عطيه، حسين الشحات، فيعني عندنا كمان يعني دي لسته من الاسماء، ولسه في كمان اسماء ترجع ان شاء الله بالسلامه، لكن كلها لعيبه تقيله ولعيبه مؤثره. اللعيبه المؤثره دي اكيد ليها اثر على غيابهم، ولكن اللي بيعوض دوت كمان الكواليتي وكمان الاصرار وكمان العزيمه بتاع اللعيب او اللعيب اللي هيشارك ان شاء الله مع النادي الاهلي الفترات اللي جايه لغايه اللعيبه دي ما ترجع بالسلامه ويكون عمليه الروتيشن موجوده بشكل طبيعي. فالامور ان شاء الله محتاجه يعني محتاجه حسابات خاصه جدا، ده اكيد. يعني المباراه اللي جايه مباراه محتاجه بعض الحسابات وبعض يعني بيقولوا كده اللقم في الكوره، ازاي تطلع بهذه المباراه ان شاء الله باذن الله باكتر حاجه تقدر تكسبها وباقل الخسائر ان شاء الله. الحقيقه عجبني جدا النهارده الحقيقه التصريحات اللي يعني ادار او قالها مستر كولر في المؤتمر الصحفي، كلامه على المباراه، وهيشوف هنشوف التصريحات دي مع حضراتكم بالتفصيل، لكن كانت بعض التصريحات وبعض النقاط الحقيقه اللي كان فيها دلاله واضحه ان النادي الاهلي يعني مغطي كل النقاط ان شاء الله باذن الله، ان النادي الاهلي مركز جدا، وان كولر اللي في اعتقادي الشخصي كمان كان بيفكر في هذه المباراه اثناء مباراه نادي الزمالك. الناس بتقول ده صح ده غلط، لكن ما فيش شك المباراه دي كانت طبعا في اذهان كولر. اللقطات اللي حضراتكم قدام حضراتكم ديت طبعا في عمليه ذهاب اللاعبين للتدريبات النهارده في الكونغو استعدادا لمباراه الغد ان شاء الله. زي ما بقول لحضراتكم الكل مستعد، بعض الغيابات موجوده، لكن الحقيقه كل المؤشرات بتقول ان شاء الله باذن الله ان اللعيبه لما بتكون مركزه كويس قوي ويكون عندها اصرار وهم عارفين كويس قوي ان المباراه ديت مباراة صعبة، إن شاء الله تطلع هذه المباراة بشكل يليق باسم النادي الأهلي الحقيقة. وعشان نكمل المشوار لسه صعب. أنت بتتكلم على مباراة نصف نهائي، خطوة أو خطوتين إن شاء الله، مباراة مازيمبي هناك ثم العودة لمباراة القاهرة إن شاء الله والوصول للنهائي، ده الهدف الأساسي بغض النظر عن كل أملنا كل طموحاتنا إحنا وكل الجماهير واللاعبين إحنا نحصل على البطولة، لكن بناخد الأمور خطوة خطوة. مباراة صعبة ان شاء الله باذن الله النادي الاهلي يعمل نتيجه ايجابيه بكره، مباراه العوده ان شاء الله تاكيد للوصول للمباراه النهائيه. فكل التوفيق لنادينا النادي الاهلي.
زي ما قلت لحضراتكم التغطية إن شاء الله النهاردة هتكون كاملة عن هذه الاستعدادات لمباراة مازيمبي بكرة. هنتكلم فني بشكل كويس، هنتكلم كمان على مستوى التحليل الفني لفريق مازيمبي. الحقيقة فريق مازيمبي في السنوات، زي ما بقول لحضراتكم، السنوات اللي فاتت كان غايب شوية عن الساحة الأفريقية، لكن عودة قوية جدا جدا لهذا الفريق اللي كان يمكن كان بطل نسخة 2010-2011 وحصوله على بطولة أفريقيا بشكل أكثر من رائع، اشتراكه في كأس العالم للأندية في نفس السنة، وكان وصل للمباراة النهائية أمام الإنتر ويمكن خسر بصعوبة. يعني فريق متمرس وعنده كمان يعني مدرب متمرس جدا جدا في هذه البطولة. هنتكلم على النقطة دي بالتفصيل إن شاء الله مع نجومنا الكابتن محمد حشيش والكابتن أحمد عادل، و بإذن الله نغطي كل التفاصيل اللي إن شاء الله حضرتك محتاجها، محتاج تعرفها. هنتكلم كمان هل التشكيل هيبقى شكله عامل إزاي، الشكل الخططي، هل النادي الأهلي الشكل الخططي هيتغير عن مباراة نادي الزمالك ولا لأ. هنشوف الحقيقة ممكن بيفكر إزاي مستر كولر في خوض هذه المباراة الصعبة، وإزاي إن شاء الله بإذن الله خلال التسعين دقيقة من إدارة فنية. وزي ما بقول لحضراتكم الإدارة الفنية مهمة، لكن أنا كلاعب قبل كده أنا عارف كويس قوي إن اللعيبة كمان عليها دور كبير جدا جدا جدا. يعني اللعيبة إن شاء الله تكون استوعبت الدرس من مباراة نادي الزمالك، وإن هم يرجعوا لما حققوه السنة اللي فاتت، لأن الموسم اللي فات الحقيقة حققنا بطولات كثيرة جدا. كان أهم نقطة في هذه البطولات هي عملية الإصرار وعملية التركيز لمدة 90 وبلس 90. يعني من إمتى النادي الأهلي بيخش فيه جوان في بلس 90؟ إحنا متعودين النادي الأهلي هو اللي بيحرز أهدافه، وأن أي منافس بالنسبة له أول ما الدقيقة 88-90 تقرب ده جرس إنذار بالنسبة للمنافس. الحقيقة الحتة ديت يعني يمكن في مباراة، خاصة مباراة الدوري، بدأت التركيز يقل شوية، العملية الدفاعية تقل بشكل واضح، وبالتالي يعني كانت النتائج على مستوى الدوري نتائج يعني مش في المتوقع، ولكن الدوري لسه طويل الحقيقة. احنا بنتكلم على منافسة الدوري العام، لسه عندنا مشوار طويل إن شاء الله. ممكن بإذن الله وأنا متأكد النادي الأهلي هيرجع بقوة للبطولة المحلية، لكن كل التركيز دلوقتي وكل الاهتمام بهذه البطولة الكبيرة، نصف النهائي البطولة الأفريقية، وإن شاء الله بإذن الله نكون مواصلين للمباراة النهائية. محتاجة تركيز، محتاجة وعي خططي، محتاجة مساندة كبيرة جدا جدا، وأنا منتظر إن شاء الله مباراة العودة. والنادي الأهلي دايما يعني النادي الأهلي بيقدم إن شاء الله تكون الساعة الكاملة موجودة في استاد القاهرة. لازم الناس الحقيقة والجماهير لازم تكون متواجدة بشكل أكتر من رائع، ومن دلوقتي نبدأ نحضر لمباراة العودة. زي الإدارة الفنية كده ما بتفكر في المباراتين، هنأدي المباراة الذهاب بشكل معين، لكن مباراة إن شاء الله النادي الأهلي هنا في القاهرة إن شاء الله تكون التواجد الجماهيري، لأن زي ما بقول لحضراتكم مش أنا كمان، يعني كولر بيتكلم واللعيبة بتتكلم وحضراتكم عارفين وجماهير النادي الأهلي عارف، المحرك الأساسي للاعبين والدافع الكبير جدا اللي بيدي اللعيبة حماس وروح وإصرار هي الجماهير في الملعب. الحقيقة جماهير في الملعب يمكن الفترات اللي فاتت حتى في الدوري عليها شوية علامات استفهام كده، لكن أنا متأكد من جماهير النادي الأهلي في الظروف ديت وفي المواقف ديت. النادي الأهلي وجماهير النادي الأهلي الحقيقة دايما بتكون واقفة ورا فرقتها بشكل أكتر من رائع. واقفين طول الموسم معاهم، لكن في فترات كده بتحس لا يا جماعة ده دلوقتي السبورت، دلوقتي المساندة، دلوقتي لازم نوصل إحنا كجماهير كمان رسالة إن إحنا ورا فرقتنا، ورا مدربنا، ورا إدارتنا، علشان إن شاء الله بإذن الله نحقق إن شاء الله بإذن الله هذه البطولة الغالية علينا، وبعدين نرجع للبطولة المحلية نشتغل بإصرار وعزيمة. وأنا متأكد إن شاء الله النادي الأهلي يعني في البطولة المحلية يعني عندنا يعني مباريات مؤجلة كتيرة جدا جدا، لكن إحنا عندنا الأول خطوة خطوة، مباراة في نصف النهائي إن شاء الله بإذن الله الأهلي يوصل للمباراة النهائية، عودة للمباراة المحلية إن شاء الله، ويعوض ونعوض النقاط اللي فاتتنا في الدوري. الدكتور محمد شوقي طبعا عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، هو رئيس البعثة الحقيقة في الكونغو، يمكن معانا وكاميرا النادي الأهلي كان ليها حديث مع الدكتور محمد شوقي، نشوفه مع حضراتكم. الحمد لله البعثة أمورها يعني جيدة جدا، الأمور هادية، الناس ملتزمة، المدير الفني وفريقه الكامل
يعني مرتبين الأمور بصورة دقيقة، الكل ملتزم كعادة بعثات النادي الأهلي، والحمد لله الأمور ماشية بسهولة وبيسر الحمد لله. هو الحقيقة ما حصلش اتصال بقدر ما هو حصل مخاطبة للاتحاد الأفريقي للجنة المسابقات بصورة محددة. يعني احنا مش انا لوحدي، معظم البعثة لاحظ، حتى اعضاء السفارة المرافقين، والحقيقة برضو لازم اشكرهم شكر شديد جدا في يعني في حديثنا دلوقتي، لانهم قائمين على تذليل كل الصعوبات وما اكثرها اللي قابلتنا من ساعة ما وصلنا، مش بس احنا كبعثة، من ساعة ما وصل الكابتن سمير عدلي والكابتن خالد بيبو قابلينا بيوم. والحقيقة السفارة لم تقصر لحظة، بل يعني بتتعاون تعاون مثمر جدا، وقامت بأدوار جليلة الحقيقة. زي ما كنت بقول لحضرتك، احنا لاحظنا الطريق من الفندق للاستاد طريق صعب جدا جدا، في مواجهات مباشرة مع جمهور متحمس جدا. ما اقدرش اقول ان حصل اي تجاوزات من الجمهور، بس تشعر حضرتك بان في حماس زائد، بعض العدوانيه في الاشارات اللي بتحصل. دي كره القدم، ما قلناش حاجه، بس الامر لابد ان يؤخذ بصوره يعني بمأخذ جد اكتر من كده امنيا. انا بتكلم، انا قلقت جدا على الفريق، اتاخرنا في الخروج من الفندق للوصول للذهاب يعني للملعب، لملعب التدريب، بسبب تأخر المجموعة الأمنية المفروض ترافق البعثة للملعب، تؤمن البعثة للملعب التدريب، فتأخرنا ودخلنا نوصل يعني نتأخر عن ميعاد خروجنا من الفندق. يعني الحقيقة أنا أول ما وصلت الملعب ومريت بالطريق اللي شرحته لحضرتك دلوقتي، وجدت إن لازم أتواصل مع رئيس النادي وأطرح عليه الموضوع، لأن يعني من واقع مسؤوليتي عن هذا الموقف لازم أحيط رئيس النادي علما. اتكلمت مع كابتن محمود وشرحت له الموقف بدقة شديدة، وإيه اللي حصل من ساعة ما وصلنا، والطريق للملعب تدريب النهاردة اللي مخوفني جدا، مخوفني كمان لأن الطريق ده بسؤالنا للسادة أعضاء السفارة أكدوا إن هو الطريق الوحيد اللي نقدر نسلكه لملعب المباراة. إن شاء الله بعد بكرة المباراة إحنا هيبقى البعثة بتتجه في نفس الطريق الضيق جدا جدا، المزدحم جدا جدا. الجمهور بقى يوميها هيبقى كل الجمهور اللي داخل المباراة اللي رايح يحضر الماتش هيبقى معانا في نفس الطريق. فأنا يعني الحقيقة كنت يعني شايف إن الأمر ما يؤخذش بصورة بسيطة، فاتصلت بالسيد رئيس النادي واتكلمت معاه وشرحت له الموقف، والحقيقة نسقنا مع بعض وأرسلنا خطاب للجنة المسابقات، راجعوا الكابتن محمود بدقة وأدخلنا في الاتحاد الأفريقي كمسؤول، وأحطنا السيد المراقب المباراة علما والسيد منسق المباراة والسيد المسؤول الأمني عن المباراة، عشان يبقوا كلهم في الصورة وعارفين ان ده ان احنا متوجسين خيفة لانه يحصل لا قدر الله اي مكروه. وده طبعا حتى وذكرناه في الخطاب للاتحاد الافريقي، ده حرص برضو، حرص طبعا على سلامة الفريق والبعثة، اللي احنا كمسؤولين في النادي الاهلي، كابتن محمود كرئيس نادي وانا كرئيس بعثة، مسؤولين في النادي عن سلامتهم، وحرصا كمان على العلاقات الطيبة جدا بين الدولتين. يعني مش عايزين مباراة او تصرف فردي لا قدر الله يسيء لعلاقات بين بلدين، العلاقة بينهم طيبة جدا جدا، وده ذكر في مخاطبتنا للاتحاد الافريقي. وبرضو خليني ارجع تاني اقول، واتصلنا بسعادة السفير المصري في كينشاسا، ولسه ما وصلناش هنا وهيوصل بكرة ان شاء الله ويحضر معنا المباراة مشكورا. تواصلنا معاه برضو، احنا بنتواصل معاه من قبل ما نيجي، كابتن محمود كلمه اكتر من مرة وانا كنت على تواصل معه، هو رجل فاضل بيتابع عن بعد كل شيء وبيسأل على رجاله
المكلفين بالمعاونة هنا في المدينة اللي احنا هنلعب فيها. يعني متابعنا الحقيقة متابعة حسيسة جدا جدا. النهاردة كلمناه برضو قلنا له، فتواصل هو سيادته مشكورا مع القيادات الأمنية وفهمهم الوضع وفهمهم تخوفاتنا، والمفروض ان هم وعدوا سيادة السفير بأن المعاونة الأمنية أو التأمين البعثة هيكون على مستوى أعلى وأكبر من اللي احنا شفناه النهاردة. فده ملخص الموضوع كله. بس يعني أنا مش هخبي على حضرتك، أنا باللي شفته النهاردة ما زلت قلقان. طبعا مرينا جميعا كل أعضاء مجلس الإدارة برئاسات بعثات مختلفة على مدار سنين طويلة، شفنا فيها كل شيء. بس أنا بقول لحضرتك عن رؤى سابقة وعن خبرات سابقة، احنا في بلاد بنخرج من الأوتيل لمسافة 40 أو 50 كيلو ما بنشوفش شخص في الشارع، بيبقى الطريق بيخلو الطريق كلية وبنبقى آمنين 100%. ومع ذلك هذه البلاد حصل فيها بعض التجاوزات الفردية. أنا النهاردة لما أعدي في طريق ضيق جدا، زحام شديد جدا، كثافة مرورية شديدة جدا، ومبيعات وأسواق وأكون أنا شايف إن ده هو نفس الطريق اللي أنا هسلكه بعد باكر إن شاء الله يوم المباراة في نفس التوقيت اللي الجمهور داخل معايا فيه، أنا لا، مع كامل احترامي أنا متخوف وقلقان. انطباعي عن البعثة دي بعثة النادي الأهلي، فما فيش انطباعات، يعني هي دائما الحمد لله عمرنا ما شفنا تجاوزات في بعثات النادي الأهلي. بعثات النادي الأهلي هادئة، ما بتحتاجش تعليمات من حد، أنا ما بكلمش أي حد، المدير الفني حاطط أمور بتتكتب كل يوم، مواعيد، بنقول الفطار الساعة 9:30، بنلاقي 9:30 ل 5، 9:30 كل الناس موجودة في أماكنها الواضحة، سلوكياتهم هادئة، ما فيش أي تجاوزات، ما فيش صوت عالي. وده يعني حضرتك بتسألني كأنه أمر، أنا بالنسبة لي ده يعني الأمر الطبيعي المعتاد، ما فيش أي تغيير فيه، فما بنشعرش إن بس النادي الأهلي بتختلف مرة عن الأخرى. الالتزام من الكل، كبير وصغير، مسؤول ولاعب، وكل من في بعثة النادي الأهلي أو ينتمي للنادي الأهلي في هذه المباراة كما هو معتاد ملتزم ومحترم جدا. تشعر ببعض الجدية على وجوه اللاعبين ودي حاجة محببة. تشعر ببعض التحسب ودي حاجة برضو مطلوبة في المباريات الكبيرة، وده يعني وإن شاء الله دي تكون نتيجتها إيجابية وجيدة على نتيجة المباراة. توقعات، احنا انا دايما لما بتسأل هذا السؤال للنادي الاهلي بيقول لدي تمنيات، عمري ما بتوقع النادي الاهلي، بتمنى دائما، ومدى عمرنا هنظل نتمنى كل ما هو طيب للنادي الاهلي ان شاء الله. ده الحقيقه كان حديث طويل للدكتور محمد شوقي عضو مجلس اداره النادي الاهلي ورئيس بعثتنا هناك في الكونغو، والحقيقه اتكلم في نقطه مهمه جدا. طبيعي جدا على المستوى، انت بتشتغل للمباراة على المستوى الإداري وعلى المستوى الفني، ده النادي الأهلي على المستوى الإداري زي ما قال الدكتور محمد، يعني قبل البعثة ما توصل بيومين كان متواجد الكابتن خالد بيبو والكابتن سمير عدلي لتنسيق للأمور الإدارية، الأوتيل هيكون عامل إزاي، كل ما يخص الملعب، الانتقالات، و و و كل ده كان متواجد الكابتن خالد بيبو والكابتن سمير عدلي قبل وصول البعثة بيومين عشان ينسقوا ويرتبوا الأمور والناس تروح تلاقي كل حاجة زي الفل. الجزء المهم اللي اتكلم فيه الدكتور محمد شوقي وإن النادي الأهلي بيخاطب الكاف في عملية يعني تأمين اللاعبين وسلامة اللاعبين الحقيقة أولا وأخيرا، وإن النادي الأهلي شاف من خلال يعني ذهابه الملعب التدريب إن الأمور مش هتبقى ممكن جدا يكون فيها بعض الهرج والمرج وتواجد جماهيري بشكل كبير جدا، واللي سافر افريقيا وانا سافرت افريقيا الحقيقه الامور بتبقى صعبه جدا جدا يعني، والحاجات اللي الجماهير بيعملها يعني بيكون بعض منها خارج عن النطاق، ولكن هي دي افريقيا. ما زلنا في طبعا بنلعب بالبطولات الافريقيه، بنروح بلاد ما زالت طبعا هي دي عادات وتقاليد بعض الجماهير هناك، وعلى فكره جماهير مازيمبي من الجماهير العنيفه جدا جدا، وده اللي يمكن صدر القلق للدكتور محمد شوقي اللي نقله للكابتن محمود الخطيب، وبناء عليه تم ارسال خطاب للاتحاد الافريقي تجنبا او بيقول لهم يا جماعه خلي بالكم احنا من خلال تواجدنا احنا بنطلب تامين اللاعبين، سلامه اللاعبين اولا واخيرا، وده البروتوكول الطبيعي ان النادي الاهلي من الحقيقه ما بيسيبش
ثغره ما بيسيبش حاجه او جزئيه صغيره ممكن الناس تقول لك يا عم ايه المشكله ما احنا متعودين. لا، النادي الاهلي دايما بياخد خطواته الاستباقيه، ان لا قدر الله لو حصل حاجه، لا، النادي الاهلي بعت جواب رسمي وبيقول للكاف او بيوجه ان احنا عندنا بعض الملاحظات الامنيه، وده شيء مهم جدا لسلامه اللاعبين، ان انتوا خلي بالكم احنا من خلال تواجدنا لاحظنا الامور 1 2 3 4، وبالتالي الامور بتكون بشكل رسمي، لا قدر الله وحصل حاجه يبقى النادي الاهلي سبق وبلغ بهذه المخالفات. كمان مهم جدا جدا كمان التعاون الكامل من سياده السفير، سفيرنا المتواجد في الكونغو الحقيقه، وطاقم العمل في السفاره المصريه الحقيقه اللي بيقدم مجهودات كبيره جدا 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 على مستوى المساعده، على مستوى هو قدام حضراتكم طبعا، ودي عاده الحقيقه كل سفرائنا الحقيقه في الخارج، وجود النادي الاهلي بالتنسيق الكامل قبل المباراه، اثناء المباراه، ما بعد كمان المباراه. السفارات المصريه الحقيقه لما بيروح لها الفرق المصريه وعلى راسها يعني طبعا النادي الاهلي اللي اكثر تواجدا على الساحه الافريقيه الحقيقه، ما يعني من قبل المباراه يمكن بيومين، والشغل بيكون كبير جدا جدا، وبيكون المسؤوليه كمان كبيره جدا، ودايما هم عند قدر هذه المسؤوليه. كل الشكر، كل الشكر لسياده السفير، سفيرنا المتواجد دلوقتي في الكونغو، سفيرنا المصري. وتعالوا كمان نشوف هو سياده السفير قال ايه عن استعداداته والشغل اللي كان قبل المباراه واثناء المباراه، وكمان يطمنا على بعثتنا في النادي الاهلي. نشوف لقاء سفيرنا المصري في الكونغو. اولا اهلا وسهلا بيكم، نورتونا في الكونغو. زي ما سيادتك عارف كان في وفد مقدمه موجود من السفاره من يوم الثلاث قبل وصول اللعيبه والوفد الاداري، وحرصنا ان احنا من اول يوم ان احنا نكون متابعين مع الجهات الكونغوليه ومع النادي بقدر المستطاع، ان تكون الاقامه والجزء اللوجستي يتم متابعته بشكل يعني دقيق، ويعني الاجراءات تمت بشكل مقبول في الاول، وحرصنا ان احنا نزود شويه في الاتصالات عشان الجزء الخاص بالتأمين يكون على الوجه المطلوب والملائم. وزي ما سيادتك عارف بكرة إن شاء الله الماتش، فيه اهتمام كبير من الدولة الكونغولية، أن طبعا وجود النادي الأهلي في الكونغو ده حدث كبير طبعا في الدور قبل النهائي، ونادي مازيمبي هو النادي الأكبر والأشهر في الكونغو، فالماتش مسمع مش بس في لومبياشي، في كونغو كلها يعني. ونتمنى التوفيق بإذن الله لنادي الأهلي بكرة، وربنا يوفقنا بإذن الله. يمكن الأهلي خاطب اتحاد إفريقي امبارح، طلب أنه هو تسهيل حركة المرور تحسبا لتأخر البعثة، عايزين نعرف الإجراءات اللي تمت في هذا الشأن. تمام يا فندم. طبعا بعد الحديث اللي دار مع رئيس الوفد وتواصل، السفارة قامت باتصالاتها من ناحيتها، وزي ما سيادتك لاحظت النهارده الحمد لله تم زياده وتجديد الاجراءات الامنيه، والتواجد الامني زي ما حضرتك برضو لمست كان اكتر من امبارح، وكان واضح برضو في طريق تحركنا من الفندق للاستاد، وان شاء الله برضو احنا مكملين. وعلى مساله التامين بكره، لان طبعا ده جزء مهم لا غنى عنه، وربنا يكرم باذن الله. هل في ترتيبات معينه لمباراه بكره من حيث خط السير او زياده التامين، خصوصا ان في اعداد جماهيريه كتيره؟ بص يا فندم، هي الدوله الكونغوليه على علم باهميه الماتش ده، وطبعا اهميه تامينه والخروج بيه بالشكل الاكمل، فان شاء الله الطريق نفسه هيكون مؤمن بالشكل الملائم باذن الله. الاستاد نفسه عشان زي ما حضرتك شايف هو استاد المدرجات قريبة جدا من أرض الملعب، فبرضو التأمين ده هيكون إن شاء الله على المستوى المطلوب، ويعني برضو تاني إن شاء الله ربنا يكرم والأمور تعدي على خير. كان في جلسات ثنائية مع الدكتور محمد شاوي رئيس بعثة الأهلي في الفندق وهنا، هل كان محور الحديث بيتعلق بالإجراءات الأمنية والترتيبات ليوم المباراة؟ أكيد طبعا، يعني احنا كنا بنتناقش وأنا على تواصل مع الدكتور محمد، حتى تليفوننا من ايام قبل ما يجي في القاهره، وكابتن سمير طبعا، واحنا بنحاول ان احنا دايما يعني نتعامل مع مشاغل الوفد ودكتور محمد، وبنتعاون مع الجانب الكونغولي لتسليل كافه العقبات، او ان لو في يعني اي استفسارات او اي اضافات
ممكن نقوم بيها بنعملها يعني. هقول امنيتي ان شاء الله ان النادي الاهلي يكسب باذن الله ان شاء الله. النادي الاهلي يكسب ان شاء الله، دي كانت اخر كلمه قالها سياده السفير. كل الشكر لسفارتنا في كل افريقيا الحقيقه، وكل مكان بيروحوا النادي الاهلي، وان شاء الله باذن الله تتوج هذه المجهودات الكبيره ان شاء الله على المستوى الاداري وعلى المستوى الفني بفوز فريقنا ان شاء الله في مباراه مهمه جدا جدا في طبعا نصف نهائي البطوله الافريقيه. طيب نرجع مع حضراتكم بس سريعا، نعمل يعني نعمل كده مراجعه سريعه للدوري المصري. الدوري المصري واقف فين؟ ايه الترتيب العام لغايه دلوقتي؟ حضراتكم عارفين الترتيب ده لسه بيروح ويجي، لكن زي ما قدام حضراتكم بيتصدر الدوري المصري لحد دلوقتي في هذه اللحظه بيراميدز في المركز الاول ب 32 نقطه، يليه انبي في المركز الثاني ب 29 نقطه. طبعا مع اختلاف عدد المباريات هتلاقي عدد مباريات بيقل وبيزيد، ده طبعا حضراتكم عارفينه. الاتحاد السكندري في المركز الثالث 28 نقطه، المصري البورسعيدي في المركز الرابع ب 28 نقطه، زد اف سي في المركز الخامس ب 27 نقطه، يليه الجونه في المركز السادس ب 25 نقطه، سيراميكا كليوباترا في المركز السابع 24 نقطه. كل الامور قريبه جدا جدا زي ما حضراتكم شايفين عدد النقاط، ولكن طبعا اختلاف عدد المباريات. مودرن فيوتشر الثامن ب 24 نقطه، طلائع الجيش في المركز التاسع بنفس عدد النقاط 24 نقطه، المركز العاشر سموحه ب 22 نقطه، النادي الاهلي في المركز ال 11 ب 21 نقطه، نادي الزمالك في المركز ال 12 بنفس عدد النقاط 21 نقطه، بلديه المحله في ال 13 ب 19 نقطه، البنك الاهلي في المركز ال 14 ب 18 نقطه، اسماعيلي في المركز ال 15 ب 18 نقطه، فاركو في المركز ال 16 ب 12 نقطه، نفس عدد النقاط للمقاولين العرب في المركز ال 17، والداخليه المركز ال 18 الاخير ب 10 نقاط. نشوف كمان هدافي الدوري لغايه دلوقتي، لاعب حسام اشرف لاعب بلديه المحله ب 11 هدف، مبلول لاعب النادي الاتحاد السكندري ب 9 نقاط، احمد بالحاج سيراميكا ب 8 اهداف، ومصطفى زيكو لاعب زد اف سي ب 7 اهداف، ومحمد سالم لاعب المقاولين العرب ب 7 اهداف. ده كان على مستوى الدوري المحلي. تعالوا مع حضراتكم هنطلع فاصل سريع جدا جدا، هنرجع بعد هذا الفاصل مع اثنين من نجوم النادي الاهلي الكابتن محمد حشيش والكابتن احمد عادل عشان نتكلم باستفاضه فنيه على المستوى مباراه النادي الاهلي المنتظره بكره ان شاء الله في نصف نهائي البطوله الافريقيه امام مازيمبي الكونغولي بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم مره تانية، خلينا نرحب بنجومنا النهارده في المحترف اثنين نجوم كبار من نجوم النادي الاهلي. رحب بالكابتن محمد حشيش، مساء الفل يا كابتن. ازيك يا منورنا، اخبارك ايه؟ ربنا يخليك. الكابتن الكبير كابتن احمد عادل حبيبي يا كابتن عبدول، ازيك؟ سعيد ان انا موجود مع حضرتك، منورين مع كابتن حشيش. اهلا، منور يا احمد. كابتن ربنا يخليك. كابتن اكيد مباراه بكره مباراه مهمه جدا 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 يعني في مشوار النادي الاهلي وان شاء الله الوصول للمباراه النهائيه، لكن خلينا نرجع لورا شويه نتكلم شويه على الدوري، نتكلم على النادي الاهلي ازاي شكله في الدوري، و هل ده بيأثر على الأداء على المستوى الأفريقي؟ بعض الناس بتقول الأهلي دلوقتي بوجهين، وجه عملة على المستوى المحلي مش هي المتوقعة، الوجه الثاني ماشيين بشكل أكتر من رائع على المستوى الأفريقي، شايف ده إزاي النادي الأهلي في الدوري لغاية دلوقتي؟ هو طبعا يعني الموضوع أن أنت تخش من بطولة لبطولة دي بتبقى صعبة شوية بالنسبة للعيبة، لأن طبعا الدوافع مختلفة ما بين المسابقة المحلية وبطولة أبطال إفريقيا. كمان النادي الأهلي كان له مؤجلات كتيرة قوي، يعني لما نبص في الجدول نلاقي ناس لعبة مباريات كتيرة، والنادي الأهلي يمكن أقل بست سبع مباريات. النادي الأهلي كان ماشي في البداية كويس قوي في خلال المباريات الأولانية اللي لعبها. موضوع المؤجلات دي وإن تحس إن أنت فارق بنقاط يعني برضو يعني بتقلل دوافع اللعيبة شوية وبتقلل من تركيزهم في مباراة الدوري غير ما بيبقى مباراة افريقيا. مباراة افريقيا بيبقى رايح جاي وخصوصا بعد دوري المجموعات، فبيبقى لها اهتمام وتركيز، وطبعا البطولة الاهم بالنسبة طبعا للنادي الاهلي. يمكن النادي الاهلي اتأثر في خلال كم ماتش الاخرين في بطولة الدوري، يعني ماشي طبعا مش كويس اداء ونتائج عشان نبقى طبعا يعني واقعيين، ومركز الحقيقة في بطولة افريقيا تركيز كويس، عنده مباراة مهمة جدا جدا، محطة للنهائي ومحطة شرسة جدا جدا مع فرقة لها تاريخها في طبعا البطولات الإفريقية او البطولة الإفريقية.
واخد كونفدراليه، واخد ابطال دوري، لاعب نهائي كاس عالم انديه، فرقه كويسه عندها اداره غنيه بتصرف بتجيب لعيبه كويسه، عندهم طبيعه خاصه في مبارياتهم اللي هي على ارضهم. يعني دايما لو هنلاحظ هنلاقي نتائجهم على ارضهم اقوى من نتائج بره، لعوامل كتيره طبعا، عوامل الجو الافريقي والملاعب والتحكيم والجمهور الشرس جدا، فكل ده طبعا مديهم قوه. المباراه طبعا بالنسبه لهم مباراه قويه كمان، لانهم بيلعبوا بطل القرن وبطل القاره واكبر من حصل على بطوله الابطال واكثر من شارك فيه طبعا النهائيات الافريقيه، فاستعداد خاص ليه. عشان كده كل المعطيات دي بتدي هنتكلم يعني طبعا مع حضراتكم يعني في كل النقاط اللي اتكلمت عليها، عمليه الملعب، التحكيم هيكون شكله ازاي، التوافد الجماهيري هيكون شكله ازاي، الضغوط الجماهيريه اللي بدات اوريدي من تواجد البعثه، وشفنا الدكتور محمد شوقي بيتكلم ان هو في تاخير شويه، في الامن بيتاخر شويه فبنروح التمرين متاخر، الحاجات دي كلها بتحصل في افريقيا عادي يعني. لكن الامور ديت طبعا كل الامور اللي خارج المستطيل الاخضر دي، الاداره وعلى راسهم الكابتن خالد بيبو رئيس البعثه والكابتن محمود الخطيب، دي بتتحل. ولكن الاهم كابتن احمد الشكل الفني داخل الملعب. برضو قبل ما نتكلم على مازيمبي، رؤيتك برضو النادي الاهلي، ايه المشكله اللي النادي الاهلي في المباريات المحليه، ان انت شايف ان شاء الله بعد العوده من المعترك الافريقي لازم النادي الاهلي يركز كويس قوي على الدوري، لان كمان زي ما بنقول البطوله الافريقيه بطوله مهمه، كمان بطوله الدوري بالنسبه لجماهيرنا ولينا كمان بطوله مفضله يعني. اكيد ما فيش شك يا كابتن، يمكن كان ما يميز النادي الاهلي ان هو بتكلم في فريق كبير، معدل الاهداف اللي دخل فيك دي صحيح مسبب لك مشكله او ازمه في حته النتيجه، ان انت بتلعب على بطوله الدوري. ودايما هنا بتكلم على تيم النادي الاهلي او اي جهاز فني بيتولى المسؤوليه للنادي الاهلي، دايما بيقدر يفرق كويس بين بطوله الدوري وبين بطوله افريقيا. وزي ما قال الكابتن حشيش، ان النادي الاهلي في افريقيا ماشي كويس وماشي بخطه ثابته على مستر كولر بالجهاز الفني، اكيد لازم تركيز في بطوله الدوري زي ما حضرتك بتقول، بطوله مهمه. ما انا لومي على خط ظهر النادي الاهلي ان في اخطاء، هنتكلم على خط الظهر لاني برضو يعني الحاله الدفاعيه الحقيقه النادي الاهلي في الفترات الاخيره مش مستقره يعني، فيها بعض الخلل. لكن عايز اسالك سؤال، ويمكن السؤال ده لحضراتكم انتوا الاثنين، كنتوا لعيبه كبار في النادي الاهلي وشاركتوا على مستوى المحلي والافريقي، هل بيوصل برضو للعيبه الدوري ما هو كده كده الدوري طويل وعندنا مؤجلات هنعوض، فالامور دي هل بتاخد من اللعيب شويه في تركيزه؟ هل تركيزه بيكون اكبر على البطوله الافريقيه فتركيزه في البطولات المحليه بتقل؟ هل الاصابات الكتير، الغيابات الكتير، هل الروتيشن اللي بيتعمل مش مثبت فرقه، او ما يعني هل العوامل دي ليها تاثير واضح على ادائنا في الدوري المحلي؟ اكيد ما فيش شك يا كابتن، ضغط المباريات يعني، ده ضغط المباريات بيأثر على اللعيبه، بيأثر على الحاله النفسيه حتى للعيبه، على حاله الراحه بالنسبه للعيبه. اللاعب ممكن في بعض الاوقات بيوصل لحاله زهق او ملل من كتر ضغط المباريات والسفر، ودي طبيعه المفروض يتطبع بيها لاعب النادي الاهلي. لكن زي ما قلنا الاخطاء الدفاعيه، وخصوصا اي جهاز فني كابتن مع النادي الاهلي، ان انت تعالج الاخطاء الدفاعيه هيبقى توقيت ضيق جدا او صعب جدا، ان انت تقدر انت كل 3 4 ايام مباراه سواء مستوى افريقيا او في الخمس بطولات اللي بيشارك فيهم النادي الاهلي، اكيد بيبقى في صعوبه بشكل كبير جدا على اي جهاز فني هو يعالج الاخطاء دي. عشان كده مستر كولر بيتمنى اي فتره توقف ان هو يعالج الاخطاء دي. اتمنى ان الاخطاء دي الفتره اللي جايه يبقى الخط ظهر النادي الاهلي بحراسه المرمى يبقوا في احسن حال، في احسن حالات، لان ده بيأثر بالسلب على اداء الفرقه. لكن التركيز الاكبر زي ما قلنا في مباراه مازيمبي، وان هي بطوله مهمه توصل النصف النهائي وان شاء الله توصل للفاينل وتقدر تعمل نتيجه ايجابيه بالاستقرار الدفاعي بتقارب الخطوط، ده اللي ان شاء الله هنتكلم فيه فني باذن الله. كابتن محمد، طبعا لعبت مباريات كتيره جدا على المستوى الافريقي وعلى المستوى المحلي، ازاي كنت بتفصل ما بين الحته دي مع طبعا العلم ان كان زمان ما كانش الفترات قريبه جدا من بعض، كان في يمكن اسبوع قبل كل مباراه طبعاً بيبقى عندك، هل ده بيأثر؟ والجمله اللي انا قلتها، هل لعبت النادي الاهلي في مباراه الدوري تقول لك ما احنا لسه عندنا مؤجلات، ما هو لسه الدوري بدري، فبيبدا تركيزه غصب عنه يقل في الجزئيه ديت وبالتالي خسرنا بعض النقاط؟ هي دي المشكله الاساسيه، ان انت لعيب الكوره يعني عنده سنسور بيحس، انت لسه عندك وقت، عندك مؤجلات، الدوري نفس طويل، الفرق المنافسه بتاعتك بعيد، كل ده بيدي
اثر غير مباشر على صحيح. حاله لعيبه النادي الاهلي او الجهاز او انما في افريقيا اذا كان دور المجموعات او دور المجموعات او الاقصاء المراحل الاقصائيه ما فيهاش هزار، ما فيهاش ان انت تقول ايه طب انا هعوض مثلا كذا، مفيش تعويض. هو ده كله بيأثر طبعا على الفريق. اللي انا عايز اقوله بقى واللي عايزين نتكلم فيه ويمكن ظهرت في الاونه الاخيره هي موضوع دفاع النادي الاهلي شويه. يعني احنا كنا من فتره كبيره بنعاني من حته اضاعه الاهداف. صحيح. بس كان الديفنس ماسك نفسه ومفيش اهداف بيتقبلها او بيقبلها النادي الاهلي. الموضوع انعكس شويه، دلوقتي انت بتجيب اهداف بس عندك مشكله في خط الظهر ان انت بتستقبل اهداف، والنادي الاهلي عمره ما كان كده خلال الفتره اللي فاتت يستقبل الكم الكبير من الاهداف. اللي انا عايز اقوله هاني، وانت كنت مدافع كبير واحمد كان مدافع كبير، ان لو اتكلمنا على المدافعين ان المدافع الاساس فيه الناحيه الدفاعيه، بمعنى ايه؟ ان المدافع او المساكين بالتحديد هو عمليه المان تو مان، راجل لراجل، الرقابه، والناحيه الثانيه حته التغطيه، هو ده الاساس بالنسبه للرقابه، المان تو مان، واحد على واحد والتغطيه، هو ده نمره واحد بيمثل الكلام ده حوالي يمكن 70% من المدافع او 80%. ال 20 الباقيين دولت اللي هو تنقل الكره صح، تبني هجمات من تحت، او تقدر اذا كنت مميز بتطلع فيه يا اما بتصوب من خارج كره الثابته او الكورنر او كره الثابته بتلعب بدماغك. بس ما ينفعش الاولانيه دي يبقى فيها نص نص. انا بضحك ليه؟ لان فكرتني بالكابتن جوهري كان بيتكلم تقريبا في الجزئيه ديت. ساعات واحنا يعني بيتكلم على المدافعين بشكل خاص بيقول لك ان انت كمدافع عندك مهمه واضحه. صح. المهمه الواضحه دي زي ما حضرتك تكرمت وقلت 1 2 3 4. لازم ده يتعمل الاول، وبعدين انا هبص على الاوبشن الثاني. ان انت ممكن جدا تجيب لي من كره ثابته تجيب جول، تطلع في نص الملعب تزيد شويه. ده بقى اللي هيزودك بس كلاعب. خلي بالك كابتن، دلوقتي في بعض التقييمات بالنسبه للمدافعين بتتوقف على كمان جزئيه مهمه، هل الراجل دوت بيعمل بيلد اب كويس؟ الراجل دوت كورته كويسه؟ لان المدافع دلوقتي كمان يعني على ايامنا شويه ما كانش ممكن ما يكونش لعيب كوره قوي، لكن مدافع قوي وبيلتحم كويس. دلوقتي عوامل بتتغير شويه. لا يبقى دوت، وكمان لازم يكون واحد بيطلع الكوره من تحت كويس، لازم يكون حارس المرمى يكون بيلعب برجله مثلا. فهل بس انت قلت هاني ايه الاساس؟ وكمان برافو عليك، يعني وكمان طبعا. انما قبل كمان لازم، يعني انا ما افرحش ان انت هتطلع تجيب لي كوره بدماغك وانت ورا مش مادي وظيفتك الاساسيه. واحد على واحد، لا الراجل بيعدي منك، التغطيه ما بتعملهاش، الكور كمان في فرق كبير جدا. لازم تكون في الاساس بتلعب بدماغك كويس وانت مدافع، ما تلعبش الكوره وانت في الناحيه الهجوميه، لان طبعا تكنيك الكوره وانت مهاجم غير وانت مدافع طبيعي. فما ينفعش ان انت بتجيد الحته دي من الكور الثابته في الهجوم وتيجي في الناحيه الدفاعيه بتاعتك الاساسيه. هو المفروض العكس، انت بتجيد في الحاله الدفاعيه وفي الحاله الهجوميه ليها تكنيك معين، فانت حتى لو ضيعتها مقبوله يعني. حتى مقبولة. لما انت عارف، حتى احنا بنقولها بالبلدي كده يا احمد، لما يجي مدافع قدام الجون يطلع كره بره يقول لك دي شوطه مدافعين. مدافعين. واخد بالك؟ انما انت في الاساس الرقابه والتغطيه واحد على واحد وكره بدماغك الناحيه الدفاعيه. كابتن احمد عادل، كنت مدافع برضو قوي جدا، ويمكن كنت من الجناح الطائر زي ما بيقولوا، عندك مهام معينه، شايف فين الخلل شويه؟ واحنا زي ما بتكلم دايما يعني مش عايزين نركز قوي على الافراد، لان في اخطاء فرديه ولكن في كمان اخطاء على المستوى الجماعي او على مستوى الدفاع بالنسبه للفريق كله. انت شايف ده ازاي؟ هل غياب ياسر ابراهيم مثلا، كان رامي ربيعه كان ماشي بشكل كويس قوي وراح منتخب، هل جزئيه غياب ياسر شويه، محمود متولي غايب بقاله فتره طويله، عبد المنعم كلنا شايفين ان هو الكيرف بدا يقل شويه، تركيزه بدا يقل شويه، هل دي مؤثرات يعني ليها اسبابها من وجهه نظرك؟ يمكن يا كابتن اللي مطمني بشكل كبير ان انت اللي بتعمل لنفسك المشكله، يعني انت دلوقتي تمركزك كويس جدا، ان انت مشكله وانت معاك الكوره، وانت معاك الكوره بتطلع بالكوره ازاي، بيبقى في اخطاء من سواء من 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 رامي او من عبد المنعم، ان هو ازاي بيلعب بالكوره او ازاي بيطلع على اطراف الملعب بالكوره.
لكن المشكله وانت معاك الكوره، وانت مش معاك الكوره تمركزك كويس، الكور العاليه دايما انت واخدها، الكوره الثانيه حتى الدفاعيه بتنزل نص الملعب لما كان مروان عطيه موجود او كوكا موجود بتنزل بتاخدها. في ايجابيات كتيره كابتن، لكن زي ما بقول لحضرتك معدل الاهداف حتى اللي جت فينا تركيزك بيقل حتى وانت بتقرب على الدقيقه 90، دي برده الحاجات اللي لازم تعالج. دايما هتلاقي كل الاهداف اللي جت في النادي الاهلي او سببت تعادل او خساره هتلاقيها في اخر المباراه، ده تركيز بيبقى من قله دفاع من المدافعين. لكن بعض الحاجات الصغيره او الرتوش الصغيره اللي وانت معاك الكوره بتقدر تطلع بالكوره صح، اعتقد ان مش هيبقى في مشاكل دفاعيه. وزائد ان رامي ماشي بشكل كويس الفتره الاخيره، عبد المنعم الكيرف ممكن نازل شويه لكن بيقدر بيرجع بنفسه تاني ويرجع يحط نفسه على التراك تاني. اعتقد غياب ياسر ابراهيم هو بيضيف لسكواد النادي الاهلي لكن ما بيأثرش على خط دفاع النادي الاهلي. دايما بنتكلم على اي خط ظهر سواء هاني بيلعب او لو كان عمر كمال بيلعب الناحيه الثانيه كريم الدبيس او علي معلول، بيبقى في انسجام بشكل كبير جدا في خط الظهر. انا عايز اكمل بس على احمد الحته دي، يعني برضه تكمله لكلامي، انا كراجل مساك هاني مش مطالب ان انا في واحد على واحد رقص، مش مطالب، لان لو فيها ريسك 1% انا اخر واحد طبيعي. دي يجوز في نص الملعب لازم في بعض الاحيان ان انت واحد على واحد ترقص عشان تفتح مساحات، انما انا كاخر واحد حتى لو انا يعني ضامنها 1000000% هيبقى فيها ريسك 1%، الريسك 1% ده هيسبب هدف. انا اتكلمت في النقطه دي وانت معاك الكوره. انا يعني انا متفق معاك في كل دوت، وهزود جزئيه واحده ان اللعيب كمان بيحس، ويمكن النقطه اللي اتكلم عليها كولر يمكن في المؤتمر بعد مباراه نادي الزمالك والهدف الثاني قال جمله كده بالالماني هيكتك، هيكتك بالالماني معناها التوتر شويه. التوتر ده بيجي للاعبين او بيجي خاصه للمدافعين لما بيحسوا ان هم مش واقفين على رجليهم. يعني المباراه لا فيها اخطاء كتير، انا غلطت كتير، فهتيجي في اخر ثواني ما يكونش عندك، لان زي ما بنقول ان المهاجمين مطالبين في منطقه ال 18 يتعاملوا بهدوء عشان يقدر يحرز هدف. خلي بالك كمان موضوع الهدوء ده للمدافعين كمان مطلوب اكتر، انه يقدر يتعامل مع الكره خاصه في اللحظات الاخيره بشكل هادي، والشكل الهادي ده بيديله تركيز ويقدر يطلع الكره بشكل كويس، وده يمكن ما شفناهوش في مباراه نادي الزمالك. العذر الوحيد بس يا هاني برضو تكمل عشان نقفل الحته دي، ان الاثنين اللي ما اتغيروش خلال الفتره اللي فاتت دي كلها هي ربيعه وعبد المنعم. يعني شفنا تغييرات كثيره جدا في نص الملعب عندنا وتغييرات في الهجوم. المركزين الوحيدين اللي ما كانش فيهم تغيير في الماتشات كلها هم الاثنين، لان ما فيش غيرهم، وكمان هم جايين منتخب يعني كمان ما ننساش ان كمان يعني بنرجع ورا شويه ان عبد المنعم ورامي هم الاثنين اللي كانوا موجودين في المنتخب بمباراتين كانوا تقال جدا، وبعدين سفر في بعد المباراه بتاعت كرواتيا على طول مع مباريات، فليها اسبابها هي دي الاساسيه. وعشان كده بنقول فريق زي فريق النادي الاهلي لازم على الاقل فيه 4 مساكين محترمين. حضر نفسك بس حضر نفسك يا ريت حضر نفسك يا ريت. طيب نروح مع حضراتكم دلوقتي الدكتور احمد بيومي كمان عشان نشوف فريق مازيمبي. زي ما قلت لحضراتكم مباراه صعبه اكيد على المستوى اللي اتكلمنا عليه خارج المستطيل الاخضر، جماهير متحمسه جدا، عندك رطوبه عندك حراره عندك ملعب ارتفيشال ملعب نجيل صناعي بيكون يعني ما بيساعدش اللعيب قوي، كل ده على مستوى خارج البساط الاخضر. مع الدكتور احمد بيومي تعالوا نعرف كمان مازيمبي بيلعب ازاي، قوته ايه، نقاط القوه والضعف عنده ايه، ودايما بيشرفنا باحصائيات قويه جدا. نشوف معانا الدكتور احمد بيومي. ابو حميد مساء الفل عليك. مساء الفل عليك يا كابتن، نورنا ومشرفنا، سعيد دايما بتواجد مع حضرتك، دايما بتسعدنا بوجودك معانا. مفيش شك اتكلمت مع الكباتن ان مباراه بكره مباراه صعبه سواء على المستوى خارج المستطيل الاخضر ببعض التوترات، لكن كمان على مستوى الملعب، وده المهم جدا. محضر لنا ايه فريق مازيمبي؟ عوده قويه جدا بعد غياب فترات طويله عن البطوله الافريقيه، بيعود يواصل للمباراه قبل النهائي. طبعا زي ما حضرتك تفضلت يمكن المباراه يعني باي شكل من الاشكال مش هيكون فيها طبعا صعوبات كبيره. طبعا نتيجه حتى على المستوى التاريخي او المستوى الحاله الفنيه للموسم الحالي لفريق مازيمبي، طبعا هو من اكثر الانديه تاريخيا، ثاني اكثر الانديه حصولا على بطوله دوري الابطال طبعا بالتساوي مع فريق الزمالك طبعا 5 بطولات، ده تاريخيا. حتى المستوى الحالي طبعا في البطوله، طبعا احنا بنقول النهارده حتى خلال مشواره طبعا ما فيش اي هزيمه كانت على ارضه، ما دخلش اي اهداف في مرماه، فبنقول ان المباراه هتكون طبعا صعبه.
بيشوبها طبعا بعض الصعوبات الاخرى خارج المباراه. بنتكلم في توقيت المباراه، بنتكلم طبعا زي ما حضرتك تفضلت بنتكلم على صعوبه الارض، طبعا الارض من جيل صناعي، فطبعا انت خارج من مباراه نادي الزمالك ففي صعوبات حول المباراه. صحيح. بس بقدر الامكان ان شاء الله ان النادي الاهلي ممكن ان هو خلال الجلسات الفرديه او الجماعيه اللي بتحصل مع اللعيبه انت بقدر الامكان انت تستنفر عندهم الحته دي بحيث ان انت يبذلوا اكثر مجهود خلال المباراه بكره ان شاء الله، ويحققوا ان شاء الله نتيجه ايجابيه مع فريق مازيمبي. طبعا حتى خلال المواجهات اللي تمت قبل كده مع فريق مازيمبي 4 مواجهات حقق الاهلي فيه الفوز في مباراتين وتعادل في مباراة وتهزم في مباراة وحيدة. ده بخصوص مازيمبي. خلينا برضو نشوف حتى على المستوى الفني الحالي لمازيمبي خلال الموسم الحالي على المستوى الأفريقي. لو استعرضنا المشوار الخاص بفريق مازيمبي هنلاقي ان هو خلال ال10 مباريات زي ما قلت لحضرتك مفيش اي هزيمة من دوري المجموعات، يعني بالضبط حتى في الدور التمهيدي ودور المجموعات والدور ال16 هنلاقي ان هو خلال ال10 مباريات مفيش اي هزيمة، طبعا في هزيمتين من بنتكلم مع فريق سان داونز مفيش، وبرضه فريق بيراميدز انا بتكلم مفيش اي هزيمه على ارضه. يعني خلال ال10 مباريات في المشوار الافريقي ان مازيمبي ما اتهزمش ولا مره على ارضه، على ارضه، وحتى نفس الكلام ما دخلش اي اهداف على ارضه، دي نقطه مهمه جدا. طبعا حقق الفوز في 6 مباريات، تعادل في 2، هزيمه في 2 خلال طبعا مع فريق بيراميدز هنا في القاهره، والاخرى كانت امام سان داونز في جنوب افريقيا. له 13 هدف وعليه 3 اهداف كلهم طبعا خارج ارضه، واحده امام سان داونز في جنوب افريقيا، واحده امام بيراميدز هنا في القاهره، والاخرى كانت امام جزر القمر، تمام، بطل جزر القمر، تمام، دخل فيه هدف برضه. بنتكلم برضه ان حتى لو كنا بصينا لفريق نادي الاهلي هنلاقي برضه كان ماشي كويس قوي في افريقيا، برضه بنتكلم انه ما دخلش مرمى غير هدف واحد، ما تعرضش اي هزيمه، فحتى في جاب ما بين او مشوار الاهلي افريقيا ومشوار الاهلي على مستوى المحلي. على المستوى المحلي. ده يمكن خاص بمشوار فريق مازيمبي. ممكن بقى نشوف طريقه اللعب. ما كنت هقول لك يعني مازيمبي واضح جدا ان عنده شكل تكتيكي بيقدمه بشكل جيد جدا خلال المشوار الافريقي. اهم مميزاته يعني طريقه اللعب اللي يمكن ما غابتش عنه خلال ال10 مباريات اللي فاتوا كان بيلعب ازاي. طيب خلينا نمشي بتسلسل. اول حاجه نشوف المين فورميشن بتاعتهم، طريقه لعبهم. هو طبعا بيلعبوا ب 4-3-3 بلعيب ارتكاز وحيد في نص الملعب اللي هو ألامابو. دوت في كل شكل حتى لو خارج ارضه بيلعب بنفس الطريقه، يعني نفس طريقه اللعب اللي بيلعب بيها على ارضه بيلعب بيها خارج ارضه. يعني نفس الكلام ده طبقه في جنوب افريقيا لما لعب هنا في مصر برضه ب 4-3-3 مع اختلاف تطبيق 4-3 ما بين الناحيه الهجوميه او الناحيه الدفاعيه. أكيد. برضه لو بصينا برضه الصوره تانية برضه هنلاقي الصوره اللي بعديها برضه في خارج ارضه لما لعب دي برضه 4-3-3 ده شكل تاني منها، يبتدي ان هو يعمل ضغط عالي شويه بيخش في ملعب الخصم ما بيستناش ان هو قدام منطقه الجزاء عنده. برضه لو بصينا ان هو في طريقه تانية مثلا خارج ملعبه هل هو بيلعب بيغير خطه؟ لا، هنلاقي ان هو برضه حتى في جنوب افريقيا لما لعب قدام سان داونز لعب برضه ب 4-3-3 بنفس الطريقه. ما بيغيرش، بتقول الشكل بيتغير اذا كان معاه كوره او معهوش كوره او معهوش كوره، حته ضغط عالي او بينزل يعمل دفاع كومباكت عنده فبيغير الشكل شويه. لكن في الاخر برضه احنا عندنا لعيب ارتكاز واحد اللي هو بنتكلم اللي هو اولادابو اللي هو في ارتكاز نص الملعب اللي عليه السيرك الحمراء دي، تمام. ده يمكن طريقه اللعب. طب هيطبق بقى ال 4-3-3 ازاي؟ ممكن بعض الارقام التحليليه اللي بتدينا مدلول فني شويه. يعني نشوف ال 4-3-3 لو بصينا المعدل العام التحليلي خلال ال8 مباريات اللي عملها خلال ال6 مباريات دور المجموعات او المباراتين اللي في الدور الاقصائي هنلاقي ان المعدل التحليلي بتاعه معدل التمريرات منخفض، بنتكلم بيعمل 407 تمريره منهم 293 صحيحه. ده في عرف التحليل ده يعتبر معدل منخفض، يعني حتى ما نقدرش نقول ان معدل جيد بالنسبه للتمريرات، فهو كاستحواذ هو ما بيعملش استحواذ كبير. برافو عليك. يعني برضه عشان نفسر الارقام دي للساده المشاهدين ان فريق سان داونز مش معتمد بشكل كبير على البيلد اب، يعني هو عنده القدره انه ينقل الهجمه سريعا جدا من الحاله الدفاعيه للحاله الهجوميه من غير ما ينقل كتير في نص الملعب. يعني بالظبط الملحوظ بقى لان هو حتى في معدل العرضيات بقى مرتفع، معدل العرضيات مرتفع جدا، بنتكلم في 14 عرضيه خلال المباراه الوحيده، بنتكلم على معدل التصويب 13 تصويبه في المباراه الوحيده، ده كمعدل. فبنقول ان هو عنده القدره باقل عدد من التمريرات انه ينقل نفسه للناحيه الهجوميه ويقدر ان هو يهدد الفريق الخصم، وده يمكن تخوفي بقى على النادي الاهلي. صحيح. يمكن خلال المباراه الاخيره للنادي الاهلي هنلاقي ان هو اللي كان مسيطر فيها على المباراه او مستحوذ على المباراه، هنلاقي ان الاهلي مثلا قدام البنك الاهلي كان مستحوذ على المباراه وخسر المباراه، امام انبي مثلا اتعادل في المباراه، نفس الكلام امام الزمالك كان الاهلي مستحوذ على المباراه. مزبوط. في عدد التمريرات الشوط الثاني كامل يعني بالكامل كعدد تمريرات كاستحواذ الاهلي هو اللي كان مستحوذ على المباراه، ولكن المباراه ما طلعتش بنتيجه ايجابيه. على النقيض
مباراه الاهلي امام سيمبا سواء في الذهاب او العوده سيبنا لهم الاستحواذ، ومع ذلك الاهلي ان هو قدر يحقق نتيجه ايجابيه ويفوز بالمباراه. فهنا بنقول ان الاهلي خلال الفتره الاخيره في عنده اندفاع هجومي على حساب التنظيم الدفاعي شويه. فانا اعتقد ان بكره يا ريت ان النادي الاهلي ما يبصش لحته الاستحواذ بس ويكون عنده اندفاع، لان الملاحظ خلال مع فريق مازيمبي ان هو حتى على ارضه بيسيب الاستحواذ للخصم، وده كان قدام فريق سان داونز قدر ان هو يسيب له الاستحواذ، كان الاستحواذ تقريبا 37% لفريق مازيمبي، ومع ذلك قدر ان هو يحقق هدف مع سان داونز ويكسب 1-0. نفس الكلام مع بيراميدز، كان هو سايب الاستحواذ لبيراميدز ومع ذلك قدر ان هو يحرز 3 اهداف. فاحنا بنقول النهارده ان انت ما تلعبش بكره على الاستحواذ ويكونش عندك اندفاع هجومي على حساب السيطره الدفاعيه. ده يمكن بخصوص المعدل التحليلي، وبنقول النهارده ان دوت شكل او اسلوب لعبهم. ممكن برضو نشوف ايه الجبهات اللي عندهم، هل الجبهه اليوم يعني من ضمن الارقام دكتور انت قلت تقريبا بيعمل 14 عرضيه في المباراه الواحده بالظبط، وده عدد كبير. طيب من انهي جنب؟ يعني هل من الجنب اليمين من الجنب الشمال؟ برضو تعرفنا من خلال رؤيتك ومن خلال الارقام الشكل الهجومي لفريق مازيمبي. هنشوف الجبهات، يعني بنتكلم طبعا مبدئيا على الهدافين. عندنا طبعا عمر فوفانا محقق 4 اهداف هو الهدف بتاعهم. جلودي ليكوانزا دوت محقق 3 اهداف وصانع هدف، ده لعيب ارتكاز في نص الملعب، ده رقم 8 ولا مركز 8 بالظبط، بيميل دايما مركز 8 ولا رقم 8؟ مركز 8. مركز 8 بيميل دايما لناحيه اليمين شويه. أوكي. عندنا لو بصينا على العرضيات مين اكتر لعيب بيعمل عندهم عرضيات، اللي هو ابراهيم اكيتا الباك رايت بتاعهم، عم بيعمل 25 عرضيه، ده كتوتال طبعا مش كمعدل في المباراه الواحده. طبيعي بالظبط، بس هو ده بيدل ان هو اللعيب الباك يمين الجبهه فين بالظبط، عنده جبهه هجوميه بشكل كويس بالظبط. لو بصينا برده مين اكتر لعيب بيعمل تمريرات جوه الملعب عندهم، برده نفس الكلام ابراهيم اكيتا اللي هو الباك رايت بتاعهم. فبنقول ان الباك رايت عندهم هو اكتر لعيب بيعمل عرضيات، بيميل جنبه برده اللعيب اللي هو مركز 8 بيميل ناحيه اليمين برده. حتى لو بصينا لو هم طبعا احرزوا 8 اهداف، خلال الثمان اهداف دول اللي هم خلال دور المجموعات او الدور الاقصائي 6 اهداف منهم من كرات عرضيه. لو استعرضنا الصور هنلاقي مثلا اول هدف مثلا 6 اهداف من ضمن 8 اهداف في من اول المجموعات لغايه الادوار الاقصائيه، وكلهم من الجبهه اليمنى، كله من الجبهه اليمنى، كله من الجبهه اليمنى. دي احد الاهداف طبعا كانت من الجبهه اليمنى. لو بصينا الصوره اللي بعديها هدف ثاني برده، ده في سان داونز برده، ده طبعا على في من الجبهه اليمنى، وده كان على ارضهم على ارضهم مازيمبي طبعا. نشوف برده الصوره اللي بعديها نفس الكلام، كان في عندنا اختراق من الجبهه اليمنى، نفس الكلام بيدي له كره باس، نفس الكلام بيعملها بالعرض من الجبهه اليمنى هدف. فبنقول النهارده ان خطوره او من الناحيه الفنيه احنا خلاص قلنا ان هم ما بيلعبوش على الاستحواذ، ولكن بيقدر ان هو يهدد المرمى باقل عدد من التمريرات. بنقول ان الجبهه اليمنى عندهم قويه جدا. بنتكلم على اخطر اللعيبه، لو استعرضنا ارقام مثلا لعيب وسط الملعب اللي هو ليكودي ليكوانزا اللي هو اللعيب الارتكاز رقم 8 او صانع الالعاب رقم 8 في 4-3-3، هنلاقي ان هو لعب طبعا عمره 25 سنه، عندهم متوسط الاعمار كويس جيد جدا، فهتلاقي عندهم الالتحامات والسرعات هتبقى متعبه للنادي الاهلي. الحته البدنيه هتبقى شويه هي اللي فيها الارهاق وليس البساط، مش هتلاقي فريق مثلا زي سان داونز بيعمل مساحات ضيقه وبيبتدي يمرر كتير وبيلد اب في نص الملعب ويحول الكره من اليمين، يعني يستحوذ بشكل اكبر شويه بالظبط، لكن مش هنلاقي دوت موجود عندنا. لكن هنلاقي التحامات، هنلاقي النهارده تهديد على المرمى بشكل كبير من كرات طوليه او من عرضيات. فزي ما قلنا اللعيب اللي هو جلوبي ليكوانزا طبعا شارك في 10 مباريات احرز 3 اهداف، صنع هدف، محاولاته على المرمى من تاني اكتر لعيب منهم هو بيعمل محاولات على المرمى، لعيب رقم 8 اللي هو جلودي ليكوانزا عامل 15 تصويب على المرمى منهم 10 على المرمى. ده بالادعى كمان من خلال يعني تحليلك كده، عندهم الجبهه اليمنى جبهه قويه جدا، ولكن كمان نسبه التسديدات عندهم قويه، عندهم ولد كويس بيلعب في مركز 8 اللي هو تقريبا بلاي ميكر، كمان بيسدد وبيهدف كويس. فانت عندك لو قلنا مشكله او عندك حاجه ايجابيه بالنسبه للمازيمبي هو الطرف اليمين واللاعب رقم 8 في وسط الملعب بالظبط. نيجي نشوف برضو ارقام المهاجم بتاعهم اللي هو طبعا نزل في الدقيقه عند جاب هدف في الدقيقه 90 في بترو اتلتيكو، كسبوا المباراه ب 2-1. طبعا جويل بيا، جويل بيا المهاجم بتاعهم عمره 24 سنه برضو، لو نلاحظ نفس الكلام متوسط اعمارهم منخفض بالظبط. عدد المشاركات 9 مشاركات، احرز 2، محاولاته على المرمى 17، ده اكتر لعيب عندهم بيعمل محاولات على المرمى طبعا نتيجه العرضيات، وهو طبعا بيبقى مركز مهاجم 17 منها 12 12 على المرمى بالظبط، حتى الدقه كويس. عاليه طبعا، يعني انت بتتكلم 17 محاوله منها 12 على المرمى، عنده نسبه تركيز عاليه، واضح ان عنده نسبه تركيز على الرغم ان هو ما بيتميزش بطول القامه يعني
يعني بنشكرك شكرا جزيلا. يعني اختصرت المازيمبي كمان في نقط كثيره جدا جدا اكيد هنناقشها طبعا مع نجومنا الكابتن محمد حشيش والكابتن احمد عادل. دكتور بيومي بنشكرك شكرا جزيلا، نورتنا وشرفتنا. بشكر حضرتك. توقعاتك ايه لنتيجه بكره؟ ان شاء الله ان شاء الله نكسب ان شاء الله، حتى لو 1-0 يبقى كده احنا خرجنا فل قوي بجانب ايجابي ان شاء الله. ان شاء الله شكرا جزيلا. شكرا يا كابتن، بتشرف بتواجد مع حضرتك. ده كان لقاءنا مع الدكتور احمد بيومي. خلينا نروح لفاصل سريع، بعد الفاصل وعوده نناقش الامور الفنيه اللي يمكن اتطرحت من الدكتور احمد بيومي على نجومنا الكبار الكابتن محمد حشيش والكابتن احمد عادل بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم مره تانية كابتن محمد. من خلال طبعا دكتور احمد بيومي وشرح بعض النقاط القوه للفريق مازيمبي، تعالوا كده نرجع على 3-4 نقط من اللي قالها دكتور احمد ونبدا نشوف ممكن ازاي النادي الاهلي يتعامل معاهم. عندهم رقم انه خلال من دور المجموعات لغايه مباراه بكره في 8 احرزوا 8 اهداف منهم 6 اهداف من عرضيات من الجبهه اليمنى. تمام. الباك اليمين بتاعهم اكتر واحد بيلمس الكوره، عمل عرضيات اكتر من 14 عرضيه في المباراه الواحده، فواضح جدا ان الجبهه اليمنى لفريق مازيمبي جبهه قويه جدا. ازاي النادي الاهلي يتعامل مع هذه الجزئيه؟ باك يمين هجومي بشكل كويس، كرات عرضيه بتتعمل بشكل رائع، واستغلال كمان المهاجم المميز عندهم لهذه الكرات العرضيه. هي اهم حاجه طبعا ان يعني نحد من الكرات العرضيه بتاعه الراجل ناحيه اليمين، يعني ناحيه الشمال عندنا، يبقى نمنعه اساسا من انه يلعب عرضيات. ولو لعب عرضيات هي المشكله برضو اللي قابلتنا الفتره اللي فاتت. العبره هاني في ال18 مش بكثره المدافعين، العبره بان انت تبقى مركز وعارف ان الكره العرضيه دي انا متوقع زميلي اللي قبلي ممكن يعني لو معاه مهاجم تعديه، لازم ابقى في حته التغطيه على الحته دي. يعني الناس ماسكه بس لازم يبقى في واحد حر للحاجات اللي هي دي اتلعبت لبره سنه، هو يقدر يطلع عشان برضو الشوط من الخارج او لو عدت. طب حاف عند حته الواحد الحر دي كان زمان بنعمل الليبرو. ايوه المتقدم. تمام. اللي هو عندك سرد باكين وعندك عندك واحد يعتبر الليبرو متقدم في. صحيح. وانت معاك الكوره بيبقى في نص الملعب. تمام. وانت معاكش الكوره بيبقى تحت هل احنا محتاجين حد في الجزئيه دي الماتش ده؟ يعني محتاجين اللي هيلعب ستة ده يقوم بالدور دوت، ولا محتاجين ان احنا نلعب بثلاثة ورا مع ان النادي الاهلي طبعا صعب يلعب بثلاثة؟ شايفها ازاي يعني نظبطها ازاي في الملعب؟ هو ستة مش هيعرف يعمل دي قوي، لازم هيبقى واقف برضو يعني قدام 6 يارد او شوية قدام 18 شوية. عشان قدام السرد باكين، انما ممكن تمركز بقى المساكين في الكور اللي زي دي ما بقاش انا هاني لازق في الراجل بتاعي، لازم ابقى مدي نفسي يعني براح شويه بعيد سنه متر تقريبا لما تتلعب انا رايح، سواء قبل ما هو يلعبها او لو هيلعبها اروح قبله. انما انت عارف لما بتبقى انت وهو لازقين في بعض بيبقى من السهل ان هو يلحق قبلك، لان هو جاي باصص يعني وشه للمرمى بتاعك والكره بتتلعب، فيبقى اسرع ان هو يخطفها غير ان انت اما بتروح. فهو حد من المساكين بس ما يبقوش الاثنين لازقين كده وسايبين الحته اللي بينهم فاضيه ممكن واحد يروح يلطش الكوره. الرقم 6 ده هيبقى قريب من 18 عشان انت ممكن وارد قوي احنا في بعض الاحيان كنا بنطلع مع المهاجمين ما بتقدرش تلعبها على الجنب، يا دوبك بتحاول بس تبعدها عن اتجاهه او تبعدها عن دماغه، فممكن تنزل على 18 في حته ممكن الكره الثانيه يعني الكره الثانيه دي مهمه جدا في الحته دي. وطبعا هي بالترتيب، هو الحد من انه الراجل يلعب يعني من ناحيه اليمين، طالما ناحيه اليمين يعني نشطه عندهم يبقى انا بكثف برضو حته الـ يعني الراجل اللي هو هيلعب، انا ما اعرفش هو هيلعب باثنين ستات واحد ثمانيه او هيلعب بالثمانيه ده، لازم ارجع في الحته دي مساعد اذا كان علي معلول هيلعب ناحيه الشمال او كده، لازم يبقى في برضو ايه يعني كفرنج ليه. تمام. هاخد السؤال برضو كابتن احمد، وانت كنت بتلعب باك يمين بشكل اكتر من رائع وكنت لعيب مهاجم يعني من المدافعين المهاجمين بشكل جيد. جزئيتين، هل الجزء الاولاني من الوارد نشوف المهام الهجوميه لعلي معلول قد تقل في هذه المباراه نتيجه ان هم عندهم جبهه يمنى كويسه فبنقلل شويه خروج علي معلول في هذه المباراه، ولا الجزء الثاني او انت وانت بتلعب ايه اللي كان بيضايقك انك ما تاديش واجبك الهجومي بشكل كويس؟ هل عمليه الضغط الجناح عليك بشكل مباشر ده اللي بيضايقك، او عمليه انك
غلق المساحات عليك او الكره ما توصلكش بشكل كويس، هو ده كان بدايتك. احنا بنحاول نوصل بس للمعادله، لو حبينا نقفل ناحيه اليمين دي افضل طريقه هتكون ايه؟ بص يا كابتن، هي سلاح ذو حدين ويقدر يستغلها مستر كولر كويس. أوكي. ان انا دايما علي معلول ما يؤخذ على معلول ان هو بيهاجم على طول، ان هو مفتاح لعبه مهم، لكن في المباريات دي مهم جدا ان خروجي بالكوره يطلع سليم، مهم جدا نسب دفاعي تبقى اكتر من نسب هجومي، زائد الجانب الايجابي اللي لازم يحصل ان انت لازم تلعب ورا الباك رايت، يعني دايما الباك رايت يعني انت بتتكلم بقى السلاح اللي هو يضايقك شويه طبعا، عشان تفكر ان انت تبقى هولد شويه على الموضوع، ما تبقاش طاير على طول، ان انت تلعب في ظهره على طول، هتلعب في ظهره على طول، هتبقى تقدر دي ثغره، يعني انا بتوقع ان دي ثغره تقدر تستغلها كويس. انا خلاص ما عنديش مشكله ان باك رايت او باك ليفت، ان انا ممكن اقف بشكل كويس، هيبقى لو بلعب بثلاثه في نص الملعب ده برجع برضه يا كابتن هاني، هيرجع للثلاثه مين اللي هيبقوا في نص الملعب، لان طبيعي في ثلاثه اتوقع ان مستر كولر هيلعب بثلاثه فلات، هيلعب بثلاثه 4-3-3، زائد ان هيبقى في حد من نص الملعب بيميل برضه ناحيه الشمال، ممكن يقدر يقفل على الراجل. طيب. ده كويس. حلو، هسالك واحنا يمكن انت وانت بتتكلم الصوره كده بتلف، وبحاول اقارن حتى مباراه اللي اتفرج على مباراه المان سيتي وريال مدريد، استحواذ غير طبيعي للمان سيتي، لكن اول ما كان ريال مدريد بيقطع الكره، وكان ساعتها فينيسيوس كان بيلعب براس حرب، كان واول ما كانت الكره بتتقطع كان الكره دايركت على العميان زي انت بتتكلم يا احمد، بتروح ورا الباك اليمين في ظهر وولكر على طول، لان الحته دي دايما بتبقى فاضيه مع سرعات فينيسيوس، كان بتشكل خطوره كبيره جدا. هل ده وارد انه يحصل؟ ومين اللي هيتطرف ناحيه الشمال؟ يعني بتتكلم هنقطع الكره خلاص، يبقى نلعب ورا الباك اليمين، مين اللي هيروح في الحته ديت؟ هل راس حربه؟ هل واحد من ثمانيه اللي يكون مؤخر نفسه شويه؟ هل الجناح يكون مؤخر نفسه شويه ومدي المهام الدفاعيه لواحد من نص الملعب؟ اكيد يا كابتن، لو هنلعب بثلاثه هيبقى اللي هو مثلا لو بتلعب بسته وممكن ثمانيتين، ممكن الثمانيه ده هيميل شويه، لكن لو قدرت مثلا ممكن عبد القادر، ممكن اللي ورا الباك ممكن يبقى عبد القادر، ممكن يبقى رضا سليم، اي لعيبه كابتن في المباريات دي مهم جدا ان انت تطلع عليه على الكره سليم، زائد ان انت تعمل الكونتر اتاك كويس، لان بالزبط. دي 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 مهمه جدا سواء من ناحيه اليمين او من ناحيه الشمال. عشان كده انا برجح ان وسام ابو علي يبقى هو الفرود اللي انت تقدر تستغله، ان هو بيقدر يتحرك كويس، بيسبب مشاكل للمدافعين، عنده سرعات مهمه جدا على الثلاثه اللي في الخط الامامي، يبقى عندهم سرعات بشكل كبير جدا، ان انت ما هتعمل كومباكت او تعمل الخطوط الدفاعيه تبقى قريبه، هتطلع على حد بقى، يعني هتطلع عايز على تطلع حد على حد سليم. اذا كان طبعا لينك اب، يعني في وقت من الاوقات يبقى يوقف الكره لغايه الناس ما تطلع، يا اما عنده سرعات يقدر يعمل هجمه مرتده، يعني اكيد ما فيش شك يا كابتن. عشان كده انا بطالب مثلا حد زي عمرو السوليه، مهم جدا يتحكم في رتم لعب النادي الاهلي، حد زي قفشه ان هو بيطلع يقدر يطلع بالكره سليم، يطلع بالكره كويس، دي اللي هتفرق مع اداء النادي الاهلي. زائد ان مهم جدا نقفل على الجبهه اليمنى اللي هم بيقدروا يستغلوها بشكل كبير، ودايما يا كابتن هاني فريق مازيمبي ما بيلعبش من على قلب الملعب، كل لعبه على اطراف الملعب. صحيح. اعتقد ان انت لو قفلت له اطراف الملعب، ودي ميزه وميزات هاني كمان، ان هو بيقدر يقف كويس في المباريات دي، بيعمل مباريات كبيره، زائد ان علي معلول زي ما اتكلمنا ان هو يقلل الناحيه الهجوميه شويه، وتقدر أكيد. تستغل حد تاني جناح تاني، وتقدر تقفل في نص الملعب، زائد الكور الثانيه الدفاعيه اللي ممكن كوكا يقدر يستغلها، او لو في عدم وجود مروان عطيه ممكن اكرم توفيق، ممكن ندفد. اتمنى ان نص الملعب مع خط الظهر يبقى تقارب الخطوط، زائد زي ما اتكلمنا ان احنا نطلع سليم بالكوره على السرعات الموجوده في الخط الامامي. انا بتفق مع فضلك، يعني مهمه برضه، انا مؤمن بس اصلي بحاجه معينه في الناحيه الدفاعيه والناحيه الهجوميه. الناحيه الدفاعيه هي تحرك جماعي، صحيح، ما فيهوش تحرك فردي. الناحيه الهجوميه تحرك جماعي، بس احيانا كتيره بتبقى تحرك فردي نتيجه لمهاره لعيب واحد على واحد ممكن يعملها ويعدي، لو ما لقاش مسانده انا اقدر اروح بالكوره واحد على واحد. الناحيه الدفاعيه هي تحرك جماعي بحت، صحيح. يعني احمد كباك رايت او الباك ليفت عمره ما هياخد راحته في الدفاع او الهجوم الا اذا كان متاكد من الراجل السته بتاعه اللي موجود معاه ده هيبقى في ظهره في الحتت دي. احنا كسردباكات يا كابتن كنا بنلعب على التحرك الراجل الديفنس اللي قدامنا، يعني لو هو مغطي مساحه معينه انا مش محتاج ان انا اعمل كفرنج عليها، الله ينور عليك، اوريدي مغطيها. الله ينور عليك. انا متفق ان السردباكات او حتى الاجنحه او الباكات زي هاني او معلول هو متوقف حركته على الناس اللي قدامه، وفي نفس الوقت لو انا احمد بيلعب باك رايت وانا راجل مساك والراجل بيستلم الكرة ورايح عليه، مليون في المية انا هبقى عامل حسابي ان انا ابعد عن المان بتاعي شوية وسط النفس. بالظبط. وسط النفس عشان لو عدى الحق. صحيح. ما بقاش يعدي منه، وابقى برضه انا هضطر اروح له، يبقى سبت الراجل بعيد عني. يعني هي هو تحرك جماعي. جماعي بالظبط. وفاهم للحتة دي يعني. ده حقيقي.
مستر كولر قال ايه في المؤتمر الصحفي استعدادا لمباراه بكره ان شاء الله؟ نشوف مع حضراتكم. احنا عارفين كويس ان ده ماتش قبل النهائي وان الفرقتين عايزين يوصلوا النهائي. احنا مستعدين كويس للمباراه، لكن طبيعي ان الفرقه اللي توصل قبل النهائي دوري ابطال افريقيا لازم تكون فرق كويسه جدا ومميزه. عارفين انه نجيل صناعي بالنسبه لنا، عارفين انه دي اجواء صعبه، عارفين ان المدرجات قريبه جدا من الملعب. اللعيبه عارفه كل الكلام ده ومستعده ليه ومتاهله ليه، وهدفنا ان احنا بكره نعمل ماتش كويس ونتيجه كويسه تساعدنا في ماتش العوده. احنا خسرنا مباراه في الدوري، بس ده مش معناه ان انا اوتوماتيك ان انا هلعب ماتش وحش في دوري الابطال او ان انا لازم اخسر ماتش في دوري الابطال. احنا عارفين المنافس قوي جدا، لكن احنا عارفين ان احنا مستعدين كويس جدا وان احنا نقدر نلعب كره كويس. مش كده، انا واثق ان احنا بكره هنظهر ده على ارض الملعب. هل تشكيل الاهلي اللي كان بيلعب السنه اللي فاتت هو نفس الاهلي السنه دي؟ النادي الراجل كولر بيقول ان النادي الاهلي هو النادي الاهلي، اي حد بيلعب بشيرت النادي الاهلي هو النادي الاهلي، بيمثل النادي الاهلي. انا واثق في كل اللعيبه اللي موجوده اللي لعبوا السنه اللي فاتت واللي بيلعبوا بكره واللي هيلعبوا في كل يوم في النادي الاهلي، وانا متاكد ان هم بكره هيعملوا ماتش كويس جدا. والتجارب اللي احنا خدناها السنه اللي فاتت والاحساس اللي احنا خدناه بالوصول للنهائي احنا اكيد عايزين نكرره تاني مع بعض. اكيد انا مش هقول لك تكتيكيا انا هعمل ايه بكره، اكيد مش هقول لك كل اوراقي وهقولها دلوقتي، لكن احنا عارفين قوه المنافس. لكن انا في سنه ونص بقالي مع الفرقه، عارف اجواء افريقيا. مع الاهلي كان قبل كده عمره ما كسب سيمبا في تنزانيا، قدرنا نكسب تنزانيا السنه دي في تنزانيا، سيمبا في تنزانيا. فطول ما انت متحضر كويس طبعا وتقدر بتعمل كل اللي عندك، تقدر تأدي اللي عليك، فساعتها ممكن انت تلعب تقدر تكسب قدام فرقه قويه. وانا عارف ان احنا هنلعب بكره فريق قوي جدا، لكن احنا كمان فرقه قويه وفرقه كبيره جدا وبنلعب كوره كويسه. عشان كده احنا متحمسين جدا لماتش بكره، والنتيجه لا حضرتك تعرفها ولا نعرفها. بيرسي كان عنده مشاكل بقاله فتره، اصابه بسيطه، لكن هو بقاله دلوقتي ماتش يومين ثلاثه بيتمرن معانا مع الفريق تمرين، بيتمرن كويس. فاحنا هنشوف ان احنا نحاول ان احنا ندخله في الماتشات، وهنشوف بكره هل هو بكره هيقدر يلعب بكره قد ايه. كان من ناحية في الدوري ناقصين، عندنا مؤجلات كتير جدا في البطولة، في ضغط ماتشات كبير جدا على الأهلي، وازاي بتقدر تتعامل مع كل ده؟ الكوتش بيقول أنا بالنسبة لي أهم حاجة القاعدة الأساسية عندي أهم ماتش هو الماتش الجاي، ما ببصش على اللي فات، ما ببصش على إن لسه الماتش اللي بعد الجاي. المهم بتكلم دايما مع اللعيبة إن الماتش اللي خلص خلاص، بنتفرج عليه مرة وبنتعلم منه وبعدين بنعديه ونبدأ نبص لقدام. وبالنسبه لي اهم حاجه زي ما بقول الماتش الجاي هو اهم ماتش، وبالنسبه لي اهم ماتش هو الماتش اللي بكره. خلاص اتحضرنا المباراه امبارح، اتكلمنا مع بعض على المباراه وبدانا نتحضر لها، والنهارده كمان هنعمل محاضره على المباراه. المشكله بالنسبه لي ده التركيز كله على اهم حاجه هو ماتش بكره. انا هاخد ضحككم ده هاخده معايا واخد روح الفكاهه دي. انا عارف ان انتوا لعبتوا ضد بيراميدز وكسبتوا 3-0، وعلى فكره انا اتفرجت على المباراه دي. انا عارف ان انتوا بتضحكوا عشان خاطر انتوا كسبتوا الماتش. انا اتفرجت على المباراه مره ثانيه. لازم اقول لكم ان في الماتش ده بيراميدز خلق فرص كتير جدا على مازيمبي هنا.
المشكلة الوحيدة كانت ان بيراميدز ضيع جوان كتير جدا، ومازيمبي هو كان بيجيب بيستغل الفرص وبيجيب جوان، ده كان الفرق. واحنا بالنسبة لنا هنحاول نعمل كل حاجة عشان الصورة بكرة تبقى مختلفة تماما. الحقيقة مؤتمر كان متزن جدا من كولر. الحقيقة اتكلم في نقاط عديدة ولكن كلها نقاط طبيعية. اول حاجة اتكلم في عملية التحضير، النادي الاهلي محضر للمباراة ده بشكل كويس جدا، ويتكلم على تحضيرات وانه بيحترم المنافس جدا جدا وعارف قوة هذا الفريق، ده مهم جدا. الجزء الثاني اتكلم على أهمية المباراة، هو بالنسبة له خلاص زي ما قلنا انه قفل صفحة الدوري، قعد مع اللعيبة بعد المباراة واتناقشوا في السلبيات وازاي يعني نتجنب السلبيات في مباراة نادي الزمالك، لكن كان بيقول هي دايما المباراة الأهم هي المباراة القادمة، اللي اتقفل اتقفل بنتعلم منه، ولكن الأهم هي مباراة بكرة. الجزء الثاني كمان اللي اتكلم فيه انا شايف في حته غضب شويه من كولر لما بيتكلم على ان احنا محضرين، واحنا اكيد النادي الاهلي نادي كبير ونادي عظيم، تلاقي بعض الصحفيين يمكن هو قال لهم انتوا بتضحكوا على ايه؟ يعني بتضحكوا، انا عارف اتفرجت على مباراه بيراميدز اللي انتوا كسبتوها 3، لكن كمان قال لهم انتوا كسبت المباراه، يعني كان بيراميدز كان عنده فرص كتير وكان مستحوذ بشكل كبير. ف اعتقادي الشخصي كده، وكابتن احمد عادل كان بيتفرج وكابتن حشيش بيقول هو وش كولر مركز قوي، يعني دايما في المؤتمرات اللي قبل كده كنا بنشوفه شويه بيضحك شويه، كان بيبقى فيه دعابه شويه، لكن واضح جدا التركيز عليه. وخلينا نقول ان التركيز دوت ان شاء الله كابتن محمد عايزك بس تعلق لي على الجزئيه ديت، جزئيه بتفرج على مباراه بيراميدز وان انتوا اكسبتوا 3 لكن كان بيراميدز الافضل، ايه الرساله اللي عايز يوصلها كولر لفريق مازيمبي؟ هو عايز يوصل طبعا ان النادي الاهلي غير النادي الاهلي، ده بطل الابطال وبطل القاره وبطل البطوله نفسها دي. يعني عايز اقول لهم ان انتوا يعني لعبتوا مع بيراميدز وكسبتوا 3، بس في نفس الوقت كان ممكن بيراميدز يستغل الاهداف او الـ الفرص اللي جت الكتيره اللي كان ممكن يحرز منها، ممكن تبقى مع النادي الاهلي اهداف. فهو حتى ما يعني ما لما ضحكوا ما حاولش ان هو ما حدش استفزه، يعني بالعكس هو رد كويس قوي انه يعني انتوا بتضحكوا، انا عارف ان انتوا بتضحكوا على الكلام ده، بس يعني الرساله ضمنيا بتقول ان النادي الاهلي قادر، انتوا بتقدروا تحرزوا اهداف، انما في نفس الوقت انت عندكم ثغرات وعندكم ممكن يبقى في فرص نقدر نحقق منها اهداف ونكسبكم يعني. وبعدين التركيز في حد ذاته ده رساله انه مهتم بالماتش جدا جدا. تاني حاجه حته ان انا خلاص الماتش اللي فات ذا كان حد فيهم، لان هم طبعا متابعين النادي الاهلي طبعا خسر. حد ساله المباراه اللي فاتت والهزيمه، الماتش اللي فات وهزيمه من الزمالك وكده، لا دي ده مباراه واحنا بنتكلم، انا بنسى اللي فات وبص على اللي جاي، وانا درست وشفت اتفرجت على الماتش بتاعكم، فيعني حافظ الفرقه واقدر ان شاء الله اعمل نتيجه كويسه يعني. كابتن عادل اكيد مستر كولر يعني يحصل على هدوءه ورده على التصريح، وده راجع لتركيزه في المباراه، ان دايما الملكه اللي بتبقى موجوده عند لعيبه الاهلي او عند اي جهاز بيقدر، او اللي ما حدش يعرفه في افريقيا او اللي ما يؤخذ عن النادي الاهلي، ان هو بيقدر يقفل صفحاته كويس، بتلعب بطل افريقيا، هدوء مستر كولر ده والتصريحات او الضحك عشان الاستفزاز ده بيدي له دوافع، بيدي لعيبه كبيره اللعيبه الموجوده داخل الفرقه. خلي بالك هو بين ساعات بياخد المدير الفني بينقل دوت للاعبين في طبعًا المحاضره طبعا، وانا في المؤتمر الصحفي بقول كذا فالناس بتضحك، فده بيبقى كمان من النقط اللي طبعا بتبقى حوافز للعيبه بشكل صحيح كبير يعني. طبعا ده بيدي المفروض الصحفيين دول، ده بيدي دوافع كبيره للنادي الاهلي، بيدي دوافع كبيره لعيبه النادي الاهلي، وزي ما حضرتك بتقول دي نقطه اساسيه المستر كولر يقدر يستند عليها ويحمس اللعيبه بيها. زائد اللي عايز اتكلم عليه كابتن هاني دور اللعيبه لان دي مباريات لعيبه، مباريات اللعيبه داخل الملعب قد نختلف او نتفق على التشكيل او على طريقه اللعب، لكن اللعيبه الكبيره او اللعيبه دايما لعيبه النادي الاهلي متمرسه بشكل كبير جدا على الضغوطات اللي هتتحط على اللعيبه سواء خارج الملعب او داخل الملعب او الاجواء، لكن اللعيبه عليها دور كبير جدا ان هي تبقى مركزه بشكل كبير بغض النظر زي ما قلت لحضرتك على طريقه اللعب او هنلعب ازاي او توقيتات حتى المباراه او تقسيم المباراه، اللعيبه عليها دور بشكل كبير جدا، تقارب الخطوط زي ما اتكلمنا، كلام اللعيبه مع بعض، الجلسات اللي لازم تحصل في المباريات دي بين اللعيبه وبين بعض بعيدا عن الجهاز الفني، اعتقد ان كل الامور دي
هتقرب اللعيبه من بعض، عشان كده ان شاء الله انا متفائل ان هيبقى في نتيجه ايجابيه يمكن بعد المؤتمر الصحفي. انا متفائل بشكل كبير جدا ان المؤتمر ده هيبقى سبب ان هو يبقى دافع للاعيبه النادي ان شاء الله. ان شاء الله. ده كان طبعا رؤيه كولر في المؤتمر الصحفي لمباراه بكره، وتصريحات انا في اعتقادي كانت موفقه جدا، واضع عليه التركيز، واضع عليه كمان عمليه التحدي. يعني هو بيعترف ان فريق مازيمبي فريق كبير، فريق قوي، ولكن النادي الاهلي يعني باذن الله يكون الاقوى والاسرع، وان شاء الله هو يكون فائز في هذه المباراه. على الجانب الاخر، لامين ناداي المدير الفني لفريق مازيمبي قال ايه؟ نشوف مع حضراتكم. كما قلت الفريق va progresser. C'est pas que depuis Mamelodi qu'on a pris confiance. Ça a renforcé. امام فريق مثل الاهلي يجب ان نكون في افضل حالاتنا. الاهلي المصري هو انجح ناد في القاره وحامل اللقب، وعندما يصلون إلى هذا المستوى من المنافسة يكونوا رائعين، بل وأكثر مما كانوا عليه في بداية البطولة. نتوقع مباراة صعبة، ومع ذلك لدينا كل الفرص. من الضروري أن تكون جيدا في كلتا المباراتين على أمل الحصول على نتيجة إيجابية. لدي العديد من اللاعبين الجيدين المستعدين للمباراة، ودوري أبطال إفريقيا هي الكأس المقدسة. لم يعتقد أحد أنه يمكننا الوصول إلى هذه المرحلة هذا العام، وأعتقد أن الفضل يعود إلى اللاعبين الذين كافحوا للوصول إلى هذا الدور. إن قضاء 3 سنوات من دون الوصول للأدوار النهائية في دوري أبطال إفريقيا هو أمر غريب بالنسبة لنادي يتمتع بمكانة نادي تيبي مازيمبي. Il y a pas beaucoup d'équipes, beaucoup de pays qui ont fait ça. Donc c'est l'esprit. L'esprit Ahly, c'est ça. C'est des combattants, c'est des compétiteurs. هيا لامين ناداي السنغالي مدرب متمرس في البطولة الأفريقية، كان هو يعني اتكلم في المؤتمر الصحفي، عارف قيمة النادي الأهلي الكبيرة في القارة الأفريقية، ويقول النادي الأهلي كمان بيتحسن في خلال البطولة. المدرب ده مدرب على فكرة متمرس، هو يمكن حصل مع مازيمبي على بطولة أفريقيا في 2010، وصل لنهائي كأس العالم للأندية في نفس السنة مع وضد إنتر ميلان، وخسر بصعوبة الحقيقة. ولو كنا بنقول إن السنوات الأخيرة، هو اتكلم خلال 3 سنين اللي فاتوا مازيمبي كان مختفي على الساحة الأفريقية، لكن الحقيقة من الأسباب الرئيسية لوصوله لهذه المرحلة الفنية الكبيرة هذا المدرب الكبير. فهاخد برضو رأيك كابتن محمد في اللي قاله، الجزئية اللي قالها إن النادي الأهلي معروف أفضل نادي على مستوى الأفريقي وهم مستعدين بشكل كويس، لكن الجزئية الثانية اللي هو بيتكلم عليها بيقول لك إحنا من 3 سنين ما وصلناش لنصف النهائي، وده بالنسبة له عامل محفز جدا للاعبين إن هم وصلوا قبل النهائي بيلعبوا النادي الأهلي. إيه الحتة اللي ممكن نستفيد منها في دي؟ هل الحماس الزيادة اللي ممكن يكون موجود؟ هل الاندفاع الكبير اللي ممكن موجود عليه لعيبة مازيمبي نقدر نستغله بشكل إيجابي يكون عامل إيجابي بالنسبة لنا؟ هو طبعا يعني في البداية طبعا أكد على قوة النادي الأهلي في البطولة، وبيقول النادي الأهلي طبعا بيزيد بالوقت، وكونه وصل للقبل النهائي ده فالنادي الأهلي بيبقى غير عن أي مباراة قبل كده خارج أرضه، هيبقى يعني فريق قوي. وفي نفس الوقت هو نوع من التنييم شوية، بيقول لك إحنا ما كناش السنة دي نتوقع إن إحنا نوصل للمراحل دي، إنما وصلنا بمجهود اللعيبة صحيح كلها. ف يعني في حاله كده، في حاله تحفيزيه طبعا. اكيد ده الكلام ده اللي بيقوله قدام الشاشات، فما بالك بقى الكلام اللي هيقوله لعيبه انت وصلته للمرحله اللي قبل النهائي اللي هي بتعتبر يعني 50% من الوصول او احراز البطوله ومع النادي الاهلي، وما كناش نتوقع، بس دي حافز كبير بقى ان انتوا ترجعوا تاني للبطولات اللي انتوا بعيد عنها بقالكوا فتره كبيره يعني. طيب كابتن عادل، رؤيتك برضو للمؤتمر بالنسبة لكلام لامين ناداي، النقطة المهمة هل نستغل؟ واضح جدا ان في حالة حتى على مستوى الجماهير في كده حالة كبيرة جدا، نصف نهائي أفريقيا مع النادي الأهلي بيلعبوا على أرضهم، في دفعة كده معنوية كبيرة جدا جدا. ازاي احنا نستغل ده لصالحنا؟ ممكن جدا يكون ضدنا لو احنا مش واقفين على رجلين، لكن بالنسبه لخبرات النادي الاهلي هنتعامل مع الجزئيه دي ازاي؟
مهم كابتن، يمكن تصريحات الراجل في حاجات بين السطور كده الواحد بيشوفها، يعني ان الراجل محترم، ده محترم فريق النادي الاهلي جدا، عارف ان هو بيلعب فريق بطل بيقدر يوصل نهائيات سهل، فريق مش سهل عليه ان هو يوصل نهائيات زي ما هو بيتكلم على فريقه. اعتقد انها فرق الخبرات اللي هتبقى عند لعيبه النادي الاهلي بالجهاز الفني دي اللي هترجح كفته، زائد اللي هيبقى فيه اندفاع بشكل كبير جدا من فريق مازيمبي ان هو عايز ينزل يفرض، لان مهم جدا اول ربع ساعه، اول ربع ساعه لو الدنيا عدت كويس، لان هتلاقي فريق مازيمبي دايما عنده الناحيه الهجوميه اندفاع بقى، اول ربع ساعه اندفاع مع كبير مع الجماهير مع قله الخبرات اللي عند اللعيبه، فريق بقى له 3 سنين بعيد عن البطوله، فعايز يثبت امام النادي الاهلي ان انا لا انت جاي هنا ممكن تخسر في اي وقت. فاعتقد ان اول ربع ساعه لو عدت امتصاص الحماس بتاع فريق مازيمبي، زائد مهم جدا يا كابتن في المباريات دي ان الكره هي اللي تتعب، يعني تتعب الكره بشكل كبير، وده هيهمت فريق مازيمبي، الالتحامات بتاعه اللعيبه، لعيبه النادي الاهلي، الكور زي ما قلنا المشتركه، الكور الثانيه، كل الحاجات دي يا كابتن هاني لو عدت في اول ربع ساعه وحسست لا زي ما الراجل بيتكلم، لو طبقت له ده على ارض الملعب لانه هيبقى في فتره جس نبض اللي هي اول ربع ساعه، لو فريق مازيمبي قدر ان يسبب عليه خطوره اول ربع ساعه سهل جدا يركب الجيم، لكن لو كل اللي احنا اتكلمنا فيه ده النادي الاهلي قابله بنفس القوه، كل الكلام بتاع الراجل في المؤتمر الصحفي ان هو بطل القاره واكبر نادي انا بلعبه، كل ده هينقل انطباع لفريق مازيمبي، ده هيديك ارجح كفتك وبعد ربع ساعه تقدر تفرق. انت بتتكلم الربع ساعه تبين الفروقات على مستوى الخبره وعلى مستوى الاداء، اذا كان على المستوى البدني او مستوى القوه، بتنقل الرساله دي للاعيبه داخل الملعب ان احنا موجودين وان احنا قادرين، والرساله دي يا كابتن محمد بتوصل لما يعني احنا تعودنا انك حتى لما كنا بنلعب انا على مستوى مثلا وانا بلعب بره، لما بنلعب بايرن ميونخ الرساله الاولانيه انك توصلها ان احنا لا احنا مستعدين كويس قوي، واقفين على رجلينا، واقفين على رجلينا كويس قوي. النقطه اللي عايز اتكلم تكتيكيا شويه فيها دكتور احمد، اتكلم على جزئيه الناحيه اليمين واحنا اتكلمنا عليها، لكن هو كمان اتكلم على رقم 8، هما بيلعبوا 4-3-3 تمام، ورقم 8 بيسدد بشكل كويس، عنده نسبه اهداف، جايب 3 اهداف، فحتة وسط الملعب دايما بنقول وسط الملعب هو الحلقة المهمة جدا جدا في أداء أي لعيب. شايف الجزئية دي إزاي؟ ومن رؤيتك نلعب بتلاتة فلات ولا نلعب بتلاتة واحد ستة واتنين تمانية؟ رؤيتك إزاي للنقطة دي وسط الملعب يعني؟ يعني أنا بقول في البداية بس في كلمة عايز أقولها، إن هما يعني لازم نقرأ إحنا تفكير برضو الفرق اللي قدامك بتفكر إزاي. هو عارف زي ما احنا عارفين برضو ان هو بيلعب على ارضه احسن من بيلعب خارج ارضه، وفرصته على ارضه بتبقى اكبر، ونتائجه بره ارضه قليله خلال الفتره اللي فاتت، فهو مركز وعارف ان مفتاح الوصول للنهائي هو المباراه الاولانيه، فبالتالي مع الحماس اللي موجود وحماس الجماهير هيبتدي يعني ضاغط من البدايه، وهيلعب كور طويلة كعادتهم ما بيبنوش من تحت، هيلعب الكور الطويلة، فهيبقى في التحامات في الهواء كتيرة جدا قدام ال 18 وعلى الجناب، الكلام ده لازم يكون احنا عاملين حسابه في البداية. تاني حاجة لازم الخطوط تبقى قريبة في بداية المباراة، اللي هو أخطر حاجة طول عمرنا عارفين إن بدايات المباريات وخصوصا المباريات الخارج أرضك هي أصعب حاجة أول ربع ساعة. ده آخر مباراة ليهم في الدوري، يعني ده في الدوري المحلي آخر مباراة قبل مباراة بكرة فريق مازيمبي في الدوري المحلي يعني. اتفضل كابتن. فلازم يبقى في نوع من القرب الخطوط، وبالذات خط النص مع المدافعين لازم يبقى في انتشار كويس قوي، وتوزيع دفاعي قدام ال 18 عندنا او في نص ملعبنا كويس قوي، عشان انت انا عايز اسف وانا بتفرج كده في كوره لو تقدر ترجع لنا الكوره دي تاني يبقى كويس قوي، لان واضح جدا ان هم بيلعبوا كمان الكور اللي ورا السرد باكات وفي تحرر. لا نرجع شوية في نص الملعب، شويه نرجع ليها في نص الملعب، اول مباراه يعني قبليها شويه كمان عمليه التحرك يرجع من عند الجون، يرجع لغايه بدايه من عند الجون، هتلاقي في تدرج كويس قوي بدات من ناحيه الشمال كابتن، من الحته الدفاعيه الحته الهجوميه سريع جدا. الفكره يا احمد ان هم مع الاستحواذ اللي بنتكلم عليه مش يعني دايما يعني صن داونز مثلا يستلم في نص الملعب بينقل مره واثنين وثلاثه لغايه ما يلاقي ثغره ويشتغل عليها، من الواضح الفرقه دي بتبص لقدام على طول وباين ما بيحاولش يبني من ورا. بالظبط، وباين يا احمد وباين ان هم ما عندهمش التزام في الاماكن في الناحيه الهجوميه. لا هو يعني بص الراجل ده داخل على فين، خلينا يعني خلينا برده على الشاشه الكبيره عشان نشوفها. طبعا ده جاي من ناحيه اليمين، ناحيه اليمين وقاطع الجزء ده، مفيش حاجه اسمها ان انا بقى في الحته دي كمساك
او كان الراجل اللي بيدافع معاه انه سابه خالص، يعني سابه يروح ما جريش معاه. ده يعني نقطه مهمه جدا. والنقطه الاهم انك لازم يكون عندك ضغط في وسط الملعب بالظبط، يعني كده عشان ما تتلعبش اساسا دي بالظبط. لكن الفكره ان هم واضح جدا المعدل الاعمار صغير، فعندهم سرعات كويسه. نخلي بالنا كمان نقطه مهمه جدا الناس ممكن ما تعرفهاش، ان الملعب دوت ما بيخليش الكره تجري. صح، يعني الكره ديت لو الكره دي لو على نجيله طبيعي الجون هيمسك للجول. بص بص معلش ممكن نجيب برضو الحته دي تاني، الهجمه دي تاني. ده طبعا لا من قبلها ده ممكن قبلها بس نجيب الحته دي. فدي عوامل كتير يعني لازم برضو احنا نكون درسنا كويس. طبعا يا كابتن حتى كمان ان اللعيبه تبقى متوقعه الباص، برافو عليك، متوقع قاري الباص من بدري ان هو هيروح، وده هيوفر عليه بشكل كبير حتى لو في فرق سرعات. وما اعتمدش بقى على ان رحل حد من الموجودين، لا لازم انا اكمل مع الراجل. الكره اللي فاتت دي مهمه جدا عشان فيها برضو تحرك من الراجل، يعني في واحد من ناحيه اليمين راح على الكره وهي بتتلعب، وفي نفس الوقت الراجل راس الحربه جري ناحيه اليمين في الحته الفاضيه لوحده خالص. يعني الراجل ده لو كان لحق، مش ضرب الجزاء، لحق ولعبها بالعرض هيبقى لوحده قوي. عشان كده انا كنت عايزه تكمله تيجي تاني تكمله لازم يبقى كل واحد يعني. وبعدين انت دايما اهو بص يعني هو بتلعب. طب هي نقطه بس تمام ديت نقف هنا بقى لازم الراجل يكون ده متساب ازاي، لازم يكون في ضغط. والنقطه دي طبعًا. ساعات النادي الاهلي ما بيعملهاش، مروان اكتر واحد بيعملها، لكن لازم هنا ما يددوش المساحه. الراجل جاي من ناحيه اليمين، بص بقى الراجل اللي قطع الابيض ده اللي راح على ناحيه اليمين ده يعني لو عدى لوحده خالص ده لو عدى ولعبها بالعرض جول. فالراجل بتاع نص الملعب ما جريش معاه او ما كملش معاه. طيب الجزئيه اللي هنتكلم عليها يعني لو دي لقطه تحليليه كده والناس دي، اول حاجه قلنا عمليه الضغط لازم تكون اقوى من كده عشان ما يلعبش الكره لقدام. لكن حضرتك سرت باك وكنت يعني من الناس المتميزين جدا، هل في الحته ديت انا مش لازم يبقى انا اعمل ديلي شويه؟ اتصرف ازاي؟ انزل مع الراجل الكره هتتلعب في ظهري، يبقى في يعني قول لي حلها ايه؟ مبدئيا لو هي بتتلعب من بعيد واقدر ان انا ما انا كاشف، انا كراجل مساك كاشف توقع يعني. شايف الخط بتاعي، ممكن وهي بتتلعب اقف لو هي ملعوبه من بعيد. لكن ده كانت قريبه شويه. قريبه دي لازم اكمل مع الراجل، انا لازم اكمل مع الراجل، ما ينفعش اسيبه كده. وفي نفس الوقت التغطيه العكسيه تبقى موجوده، لان في واحد هيروح مكان الراجل اللي جه من ناحيه اليمين ده رايح ناحيه الشمال، ففي الراجل اللي جري ده لوحده، لانه وارد قوي ان الراجل ده يلحق ورقص الجون او يلعبها بالعرض جون. صحيح. فانا ما اتكلش على حاجه او ما اقولش لا خلاص الجون هيلحق بتاعي او الراجل مش هيلحقها، لا لازم الكره المدافعين لازم يبقى فيه تركيز وانتباه لغايه ما الكره يا حكم يصفر يا اما تطلع بره في اي اتجاه او الجون بتاعي ياخدها. صحيح. لازم ابقى مصحصح ما اقولش ايه لا خلاص هاني هيلحق دي او الجون بتاعي لا هيلحقها، لا لازم اكمل لغايه الاخر خالص يعني. طيب كابتن احمد، شايف كولر بالنسبه للتشكيل العام ممكن يبدا ازاي؟ خاصه بنتكلم يعني ما فيش خيارات كثيره، ولكن نتكلم مثلا على بيرسي تاو كان غايب بقاله فتره، دلوقتي تشافى بشكل جيد، هل ممكن نشوف بيرسي تاو موجود من اول المباراه او ممكن يكون معاه على الدكه يستفيد بيه في الشوط الثاني على حسب السيناريو اللي الماتش هيمشي عليه؟ يمكن دي النقطه كابتن نتكلم فيها مستر كولر، يعني نتكلم فيها في المؤتمر حاله جاهزيه هو ادرى واحد، حاله جاهزيه بيرسي تاو، ان هو سواء لان لو على مستر كولر هو دايما عايز يبدا ببيرسي تاو، ان هو دايما مفتاح لعبه مهم، الراجل بتطلع من رجل الكره سليمه، الراجل الفرقه بتقدر تطلع عليه بشكل كويس، عنده حلول فرديه يقدر يعدي واحد على واحد، مفتاح لعبه مهم للنادي الاهلي. ده هيرجع لحاله جاهزيه بيرسي تاو، في حاله عدم جاهزيته بشكل كبير ممكن يعتمد عليه ان هو تغييره يعني ممكن اخر نص ساعه مثلا من يقدر يركبوا الجيم. يعني في فتره من الفترات مهمه جدا ان انت في لعيب زي بيرسي تاو يبقى موجود، لعيب زي قفشه يبقى موجود حسب نتيجه المباراه، مهمه جدا في المباريات دي لعيبه تقدر تتحكم لك في رتم لعب الفرقه. عشان كده مهم جدا السوليه يبقى موجود، مهم لاعب زي قفشه يبقى ليه دور، بيرسي تاو يبقى ليه دور. تفتكر قفشه ممكن يكون يا كابتن من بدايه المباراه ليه ولا ليه راي مخالف في الحته دي؟ قول لي. انا لو من كولر لازم ابدا بيرسي تاو. تبدا بيه لسببين. اول حاجه الراجل ده راجل نجم في القاره، معروف قيمته وثقه له في القاره كلها، معروف قيمته في النادي الاهلي، فعلى الاقل هيبقى عامل يعني تكتيفه شويه للباك ليفت بتاع الفرقه الثانيه. كذلك برضو انا ممكن استغل سرعات بيرسي تاو في الفتره اللي هي الاولانيه اللي الفرقه بتاعتهم المفروض الطبيعي انها تبقى ضغطه جامد عليك، فاكيد هيبقى في مساحات، يعني 100% هيبقى في مساحات.
انا ما سيبوش للفتره الثانيه او للشوط الثاني، ما حدش عارف النتيجه ممكن تبقى ايه، الفرقه ممكن تبقى مقفله، انما استغل الحته دي ان في اول ربع ساعه بقيام الاهلي في فترات كبيره جاب اهداف خارج ملعبه في اول ربع ساعه. بالظبط فتره بتبقى الفرقه الثانيه مع حماس سيمبا وعايزين كمان احرزنا بدري بالظبط هاجمين وضاغطين، فهيبقى في مساحات لبيرستاو عندك سرعات فيه، يعني نلعب بالحته دي الاول. وبعدين انا شايف برضو في المباريات اللي زي دي اهم حاجه في المباراه كلها هو توزيع الجهد، توزيع الجهد بتاع اللعيبه. طبعا ما عملش جهد جامد من البدايات عشان الماتش كمان احنا مش متعودين على التوقيت، المباراه الظهر اجواء هناك الملعب الحر الكلام ده كله، فيبقى توزيع الجهد زي ما احمد قال من البدايه الكره هي اللي تتحرك مش انا اللي بتحرك مش انا اللي اجري، لان مش هقدر مع برضو حاله برضو المباريات بتاعتي وضغط المباريات بتاعتي والاجهاد ان انا اقدر اجاري القصه دي، فلازم يبقى فيه قرب المسافات كمان بيسهل عليك في الناحيه الدفاعيه، تبقى عشف مفيش في مساحات كبيره ما بتعملش سبرنت طويل شويه، هو ده اللي بيجهدك، ممكن السبرنت يبقى في مثلا 3 متر 4 متر بيبقى قريب غير ما تبقى سبرنتات طويله في وده مهم جدا. كمان لو اتكلمنا على الجانب الهجومي لفريق مازيمبي، العلاقه ما بين علي معلول والجناح اللي قدامه سواء هيكون رضا سليم او طاهر محمد طاهر، لازم تكون العلاقه واضحه جدا ويكون في مسانده كبيره جدا جدا من سواء من رضا سليم اذا بدا او طاهر محمد طاهر. طاهر محمد طاهر قال ايه قبل المباراه؟ نشوف مع حضرتك. تعودنا على مواجهه الصعاب، وهذه ليست المره الاولى التي نصل فيها الى مرحله نصف النهائي، وقد واجهنا تحديات عديدة في السنوات الماضية ونسعى لتقديم أفضل ما يمكن لتخطي هذه المرحلة والوصول إلى النهائي مرة أخرى. لدينا مواجهتان أمام مازيمبي وسوف نأخذ كل مباراة على حدة، ونخوض المباراة الأولى هنا في الكونغو بكامل تركيزنا، ونأمل أن نحقق نتيجة جيدة تساعدنا في مباراة العودة بالقاهرة. طبعا المناقشه مع الكباتن كانت على الدور اللي هيلعب مين قدام علي معلول، بما ان اللعيبه او فريق مازيمبي قوته ناحيه اليمين فلازم هيكون في شكل معين قدام علي معلول، هل بتفضل طاهر في النواحي الدفاعيه برغم طبعا التحفظ شويه على اداءه المباراه اللي فاتت، لكن في النواحي الدفاعيه بيرجع بيساعد كويس. نبدا بعبد القادر، رضا سليم، عندنا اختيارات، انت شايف يا كابتن؟ انا بقول رضا سليم اللي هو يبدا من البدايه، تاكيد للكلام اللي قلته من شويه على بيرستاو. رضا سليم عنده سرعات، بيجيد الانطلاقات من ورا، بيرقص واحد على واحد وبيعدي. انا شايف ان لو في ضغط من مازيمبي في البدايه المتوقع طبعا العاده اول ربع ساعه ثلث ساعه هيبقى في ثغرات ممكن ان يبقى فيها حاجه عن طريق السرعات دي، فانا بفضل رضا سليم طبعا يبقى موجود من البدايه. كابتن احمد، انا شايف نفس اللاعب رضا سليم ان شاء الله يبقى موجود عشان استغلاله للنقطه كابتن اللي انا بتكلم فيها، لان ده برده هيرجع للحاله الدفاعيه اللي هيبقى عليها علي معلول، وانا اقدر استغل رضا سليم ورا الباك رايت بتاعهم اللي بيقدر يعمل زياده عدديه بشكل كبير، زائد ان هيترتب على الثلاثه مين اللي في نص الملعب، سواء لو هيلعب باكرم 6 وممكن يلعب على كوكا على شمال. تفتكر يبدا باكرم 6 وعلى قولي كده، قولي شكل نص الملعب بالنسبه لك يكون ازاي؟ انا هو التغيير يعني كوكا ممكن راجل يبقى مستقر عليه بشكل كبير، زائد ان السوليه مهمه جدا هيبقى ليه دور بشكل كبير. في حالة عدم وجود مروان عطية أنا بفضل إن أكرم توفيق إن هو يلعب في مركز 6 وعلى يمينه السولية وعلى شماله كوكا. بحيث إن هو يعمل الميل ناحية علي معلول شوية. يعني أنت بترحل كوكا ناحية الشمال عشان يبقى جبهة دفاعية مع علي معلول. دفاعية إن هو يقدر يقفل الحتة دي، وزائد إن أنت لازم تستغل السرعات، يمكن زي ما قال الكابتن حشيش إن أنت مهم جدا تستغل رضا سليم، مهم جدا الناحية التانية تستغل بيرستاو. زائد ان الجناحين مهم جدا الارتداد السريع، ودي بتراجع اللياقه البدنيه سواء عند بيرستاو او رضا سليم بيقدروا يعملوها بشكل كويس. هنا هتقدر تعمل السيطره الكامله على نص الملعب. طيب على مستوى شايف على مستوى الجناحين انتوا استقريتوا على بيرستاو ورضا سليم. على مستوى المهاجم عندنا ثلاث اسماء، عندنا مودست وعندنا كهربا وعندنا وسام ابو علي. وسام ابو علي طبعا. وسام ابو علي طبعا ظهر مظهر مش كهربا. لا وسام ابو علي في البدايه سنه صغير، شفنا تحركاته الماتش اللي فات لما نزل بيقرف في المدافعين وبيجري يمين وشمال، تحركاته كتيره ممكن تعمل ازعاج،
لبعض المساكين طبعا بتوع الفرقه الثانيه، وانت محتاجها في البدايات دي، لان زي ما بقول لك هم هيضغطوا من البدايه، فانت عايز برضو واحد راس حربه بيجري كتير في حتت يخلق. لما انا بجري في ناحيه الشمال مثلا واخد معايا المساك، بخلق للاطراف بتاعتي مساحات ان اقدر استغل السرعات فيها. وبعد كده ممكن الشوط الثاني على حسب بقى ظروف الماتش ممكن ينزل كهربا، يقدر يبقى لسه فريش يعني بصحته. طب يعني انا كنت شايف حاجه من خلال المباراه بتاع نادي الزمالك، ان كهربا كان من فكر كده، او ان كهربا نزل اخر دقيقتين تقريبا، انه كان بيوفر مجهوده لمباراه مازيمبي عشان يبدا بيه. ويمكن التغييره بتاعت مودست ووسام لعب تقريبا 25 دقيقه او نزل تقريبا نزل من 20 دقيقه، نزل ما بين الشوطين، ما بين الشوطين عمل ثلاث تغييرات. فده قد يكون ان هو بيقول ان كهربا ممكن يبدا ووسام هيكون ورقه رابحه. انت من وجهه نظرك يا احمد زي كابتن محمد ان هو يبدا بوسام ويكون كهربا ورقه في ايديه، ولا العكس؟ لا، يمكن زي ما حضرتك بتقول يا كابتن هاني، انا شايف ان راجل مستر كولر في مباراه الزمالك كان عينه على مباراه مازيمبي، وده كان يعني دايما فترات كهربا، او زي ما اتكلمنا على مباراه سيمبا قبل كده، ان دايما كهربا بياخد المباريات اللي بره، ولان كهربا من نوعيه اللعيبه اللي بتقدر تفضل زمايلها كويس، عنده سرعات، المباريات دي من نص فرصه تقدر تسجل هدف، ومهم جدا تخلق فرص. يمكن المباراه دي ما بقاش فيها فرص كتير، لكن بتبقى محتاج حد زي كهربا، حد زي وسام ابو علي بيقدر من نص فرصه يجيب لك هدف. اعتقد ان الراجل هيبدا بكهربا، يديله الافضليه دايما. كهربا بيقدر يعمل حتى الارتداد السريع في نص الملعب، بحيث ان الفرقه كلها تبقى تحت الكوره. فاعتقد ان كهربا هو اللي هيبدا، ورضا وسام ابو علي يبقى تغييره كويسه يقدر ينقلك. عارف انا يعني ليه بقول وسام؟ انا لو مدير فني والماتش اللي قبله اديت لعيب زي وسام شوط او يعني 35 ايا كان يعني، وكان كويس، بحفزه انه في المباراه اللي بعدها هبتدي بيه، لانه برضه هو محتاج ان هاخد الثقه والجماهير تاخد الثقه فيه. ومباراه زي المباراه الخارجيه دي يمكن كهربا معدي المراحل دي كلها، راجل خبرات وعنده رصيد، عنده رصيد عند النادي الاهلي وعند الجمهور. وسام ابو علي محتاج 3 4 ماتشات ورا بعض، لان برضه سبب الاصابه كان معطلته شويه طبعًا. انا شايف انه محتاج 3 4 مباريات ورا بعض ياخد فيها اجزاء كبيره، صح. فهنلاقي كواليتي مختلفه، فمحتاج ان هو ياخد يا احمد في الماتش زي ده، لو ادى وربنا كرم وسام بهدف هتفرق معاه جامد قوي، تكسبه بقيه الفتره اللي جايه. طيب على مستوى رؤوس الحربه، يعني الكباتن يعني بيقول واحد، كابتن محمد بيقول نبدا بيه وسام ابو علي، وكابتن احمد بيقول بكهربا، لكن مودست قال ايه قبل هذه المباراه؟ نشوف مع حضراتكم. الأهلي لا يخشى مواجهة أحد، بالفعل المباراة سوف تكون معقدة، ولكني على يقين بأننا جاهزون لها على الصعيد البدني والفني، ونأمل في تقديم مباراة كبيرة. أتمنى أن نقدم مباراة جيدة قبل خوض مباراة العودة على أرضنا، وكما قلت الآن نحن جاهزون والجميع يرغب في تحقيق الفوز وبلوغ النهائي، وبالتالي علينا أن نكون مستعدين نفسيا لنحسم الفوز هذه المباراة. مودست طبعا وبيأكد على يعني ان شاء الله باذن الله النادي الاهلي مستعد بشكل كويس، وباذن الله كباتن ان شاء الله نعمل مباراة كويسة. يعني حتة ان الاهلي يقلق من مازيمبي او يخاف ما اعتقدش موجودة، ولكن بنحترم الخصم بشكل طبعًا كبير، وده عادة النادي الاهلي، بنحترم الخصم بشكل كبير. لكن انا تاني بقرر من اللي انا بشوفه من وشوش اللعيبة شوية، لا، اللعيبه مشدوده شده مطلوبه، مش شد يعني شده مطلوبه في مباراه زي دي، وهنلاقي ان شاء الله مردود كويس بكره. يعني بص هنا، على قد ان المكسب في المباراه اللي هي اللي قبل المباريات الكبيره بتدي دفعه نفسيه وكل حاجه، انما بنفس الوقت بتبقى مفيده قوي للعيبه، ان انا المكسب بيديك اريحيه شويه، ان انت لا انت كويس وانت ماشي كويس وبتاع. اي حاجه بتبقى قبل المباراه ممكن تدي لمعظم اللعيبه، لا انا عايز اعوض الشكل اللي فات ده خالص. انا بتكلم على البطوله الاهم اللي انا مركز فيها، فلازم ابقى فيها نتيجه كويسه عشان الماتش اللي بعده بتمحي اثار حاجات تانية كتيره. فانا شايف ان دي تدي دفع اللعيبه بكره مع التركيز، وبعدين مفيش مباراه في الدنيا قبل نهائي قاره ومبقاش فيها تركيز ايا كان الخصم بقى. طبعا يعني سيبك ان مازيمبي ومن الفرق كويسه وعلى ارضه، انما انا احساسي كلاعب متعطش للبطولات وعايز اضيف لرصيدي بطولات، لو كنت واخد بطوله قبل كده او اثنين او ثلاثه عايزهم اربعه وخمسه، خطوه قبل الاخيره في حاجه زي كده، لا طبعا لازم يبقى فيه دوافع. مش محتاج من المدرب
وبالذات في النادي الاهلي ان هو يحفزني، مش محتاج ان هو يكلمني كلمتين عشان اركز، لا بالعكس. ومعظم اللعيبه لعيبه النادي الاهلي لعيبه خبرات وحصل لهم المواقف دي واكثر من المواقف دي بكتير يعني قبل كده، فان شاء الله باذن الله يعني يكونوا على قد المسؤوليه ويجيبوا نتيجه كويسه بكره ان شاء الله. طيب جزئتين، الجزء الاولاني مصطفى شوبير بيأدي اداء جيد جدا الحقيقه في الفترات اللي فاتت، وان شاء الله بكره كمان يعني يكمل هذه المسيره. لكن خلينا نرجع تاني لنص الملعب، كريم نبي، هل كريم نبي بالنسبه لك 6 اكتر ولا 8 اكتر؟ هل يجيل في رقم 6 اكتر ويبقى ممكن جدا نلعب باتنين 6 وواحد 8، ولا انت شايف ان كريم يعني ممكن تكون ورقه في الشوط الثاني لو احنا عايزين حتى على المستوى الهجومي نزيد شويه يشتغل مع عمرو السوليه؟ خلينا واقعيين يا كابتن، كريم نيدفيد لو جاهز 100% هيفرق مع اداء النادي الاهلي بشكل كبير، سواء 6 او سواء 8. عشان كده قلت الاجهز هو ممكن يبقى اكرم توفيق وان الراجل يقدر يعتمد عليه في المكان ده، لكن على الحاله الفنيه اللي عند كريم نيدفيد هيضيف لمستر كولر هيضيف. طيب انا عايز اقبك عند اكرم لعيب مجتهد جدا ولعيب راجل يعني في الملعب، رقم 6 ممكن تكون الخيارات بالنسبه له بتبقى شويه مشكله، لان اكرم عنده اندفاع. برافو عليك. فده الله اعلم بين قوسين كده الحكم هيكون ايه، الجماهير هتكون ايه، فممكن جدا لو اكرم لعب ممكن واحده يديله انذار يكهرب الدنيا فيبقى عندك تغييره اضطراريه. فمش شايف ان ممكن اكرم يكون هولد شويه لمحمد هاني لو حصل حاجه وممكن يلعب باك يمين؟ انا قلت لحضرتك كابتن هاني على اكرم، ده اللي حضرتك بتتكلم فيه حته الاندفاع دي حصلت مع كريم نيدفيد في مباراه الزمالك، ان الراجل مش جاهز ان هو يقدر يقطع كويس، ان هو المباراه دي عايزه التحام بشكل كويس، عايزه بدنيا ان انت تبقى واقف على رجلك بشكل كويس. حته هيبقى في كلام، اعتقد ان هيبقى في كلام مع اكرم في حته الاندفاع على الكوره، ممكن اللي يقلل الضغط شويه على اكرم ان ممكن زي ممكن يلعب باتنين 6 يبقى كوكا تحت، يعني مع اكرم يلعب باتنين وقدامه مثلا عمرو السوليه مثلاً. هنا الشكل الدفاعي اللي هيبقى فيه تعليمات من مستر كولر هيريح اكرم شويه، يعني حته الاندفاع يقدر يشيل معاه شويه كوكا في نص الملعب. اعتقد ان جاهزيه اكرم هي اللي بترجح كفته في المشاركه، لكن لو كريم نيدفيد واقف على رجله وفنيا وبدنيا فاحسن حال بالنسبه له اكيد الراجل كان هيعتمد. طيب عايز اقول لكم تاكيد بس لكلامك يعني تاكيد لكلامك، موضوع الاندفاع والتهور شويه ده مش هيتغير بالكلام، لان طبيعه لعيب احمد ان انا بدخل على الكوره، لو انت حاولت تغير له الحته دي مش هيعرف يلعب تمام، مش هيعرف دافع، لان انا بطبيعتي بخش جامد وبخش كذا وهتلاقيه في التمرين كده يبقى انا لما اجي العبه ناحيه الطرف عشان التهور جنب الخط غير في قلب الملعب او غير في نص الملعب. صح يعني بتفرق يعني حته الدخول في نص الملعب هتاخد انذار بالزبط. ممكن لو على الخط تمشي على الخط تمشي وتاكلينج وجنب الخط ويعني ده سمه الباك اليمين او باك، انما حته نص الملعب لا، نص الملعب بتبقى صعبه. وانا في رايي لو هيلعب ب 2 6 يعني لازم يلعب قفشه بكره، يبقى هو قفشه رقم يعني بيلعب 10 4 2 3 1 بالظبط كده. انا انا في رايي كده ممكن يلعب كوكا والسوليه ويلعب قدامهم قفشه، لان انت محتاج مفيش فرقه. طب على فكره يعني نسينا كمان يعني وظهر بشكل اكتر من رائع بتتكلم على عبد القادر مباراه الزمالك نزل عمل فرق في الريتم، احرز هدف كويس قوي. دوره هيكون امتى؟ شايفين عبد القادر فين من مباراه بكره؟ هيلعب يعني على حسب النتيجه هيلعب في مراحل متاخره شويه، لكن مش بدايه المباراه. لا مش بدايه المباراه. اعتقد ان عبد القادر هي اول ورقه رابحه ممكن تبقى للراجل، اول تغييره تبقى للراجل. انا بشوف لان الراجل لازم يرجع له ثقته في تاني، لان عبد القادر من اللعيبه مزاجنج محتاج ماتشات برضه مزاجنج وبغزاله، يعني برضه الكره كده بغزاله، لكن عبد القادر مهم جدا عقليته يا كابتن هي اللي تفرق معاه، عقليته هي اللي هتفرق مع اداء النادي الاهلي، هتدي ثقه بشكل كبير جدا للراجل يبقى عنده لعيب زي بقيمه عبد القادر. فهينزل اعتقد ان بعد مباراه الزمالك الراجل هيبقى عنده دافع، ان لو ما بداش مكان رضا سليم ممكن يبقى ليه دور وهيبقى ليه دور مؤثر مع الفرقه. هو محتاج نوعيه عبد القادر طبعًا. في الشوط الثاني طبعا لان بيمسك كوره بيقف على الكوره ناحيه الشمال ممكن يبقى فيها يخش يجيب ضربه جزاء سهله جدا، عنده جراءه انه يخش لو النتيجه لسه درو ماتش 0-0 مثلا، وانت عندك هم هيبقى في الريتم هيزيد شويه، هيبقوا متسربعين شويه، هيبقى عايزين يهاجموا اكتر، لان زي ما بقول لك هم عارفين ان هو تاهلهم من عندهم
مش من عندك انت، فالريتم هيزيد. انت محتاج واحد زي ده ياخد واحده ويروح، او الترقيص فاول وتريح عليه اللعيبه وتخش، يعني هيبقى ورق يستفيد منها. والحقيقه عبد القادر من اللعيبه المميزه جدا جدا، وظهر ده في مباراه نادي الزمالك. ان شاء الله نتمنى التوفيق لنادينا، ان شاء الله مباراه صعبه لكن احنا ان شاء الله قادرين. كابتن محمد بنشكرك شكرا جزيلا، نورتنا وشرفتنا. كابتن احمد نشكرك، نورتنا وشرفتنا، والشكر متواصل لحضراتكم. دي كانت نهايه حلقتنا، كل التوفيق لنادينا العظيم ان شاء الله النادي الاهلي في ان شاء الله نتيجه ايجابيه بكره والصعود للمباراه النهائيه. شوف حضراتكم ان شاء الله الاسبوع الجاي يوم جديد وحلقه جديده من المحترف.